إذن هذا ملعب مصطفى بن جنات في المونستير مدينة الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي الراحل طبعا نادي اتحاد مونستير، وطبعا الملعب يتسع 17,000 متفرج، لكن أعتقد أن التونسيين اختاروه تفاؤلا بهذا الملعب كابتن نبيل يعني، وطالما أن العدد المسموع به من الجماهير قليل لا داعي للعب في رادس أو البنزة. تعود وتصار مدة كبيرة يعني حاليا المنتخب التونسي يلعب في في المونستير، المنتخب التونسي قاعد يفوز في كل مبارياته يلعبها في مدينة يعني مش حلو نلعب أنا مش مع التطير والتشاؤم على كل حال كابتن محمد ماذا تنتظر من المباراة؟ والله مباراة صراحة أقول هنيئا للمنتخب التونسي لأنه تأهل، لكن المنتخب المصري قلوبنا معه أكثر فبالتالي أنه فريق بدون دوافع، أتكلم عن المنتخب التونسي، لكن هناك انتقادات كثيرة على الأداء والمستوى. بالتوفيق أزف الوقت من أجل هذه المواجهة بطاقم تحكيم إفريقي، تونس تلاعب مصر في المونستير، مصر بحاجة للفوز بفارق هدفين تتأهل كأفضل ثالث، في ذات الوقت تستضيف السنغال في داكار منتخب بوتسوانا على القناة الثانية لبين سبورت، وستكون بتعليق الزميل عبد القادر الشنيوني. لكن مباراة السنغال لن تؤثر فقط إلا في قضية تصدر المجموعة للسنغال أو لتونس، فقط قضية صدارة المجموعة، ولكنها لن تؤثر على موضوع تأهل مصر من عدمه. مصر الآن أصبح مصيرها بيدها، هي بحاجة لهدفين. شكرا للكباتن على هذا الحديث الشيق والطويل، ونتحول إلى الزملاء المعلقين عصام الشوالي في القناة الصوتية الأولى، علي محمد علي في القناة الصوتية الثانية. تونس تستضيف مصر من أجل بطاقة ثالثة العرب في كأس الأمم. شكرا للزميل أيمن جادة. أصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورتس، تحية لكم هنا من أرض بن جنات من استاد المنستير عاصمة الرباط في الساحل التونسي، واللقاء المرتقب بين الأشقاء هنا لقاء تقليدي الكلاسيكي من كلاسيكيات الكرة العربية، تونس مصر برسم الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا كان 2015 التي حولت وجهتها إلى غينيا الاستوائية. التشكيل لمنتخب الفراعنة حراسة المرمى عصام الحضري يلعب على اليمين رقم 3 المحمدي، رقم 13 على اليسار صبري رحيل، وسط الدفاع يتكون من علي جابر رقم 2 و18 محمد نجيب، وسط الميدان واليوم تشكيل جديد باقتحام المباراة لحسام غالي لاعب الخبر 14 7 وسط ميدان اليوم بعد ما كان ظهير يمين في ماتش السنغال في ماتش التيرانغا نهار الجمعة في القارة، أحمد فتحي يلعب مع النني لاعب ومحترف فريق بازل السويسري، وليد سليمان محمد صلاح، وأيضا تعويض المهاجم عماد متعب بالمهاجم خالد قمر. تشكيلة النخبة الوطنية لحراس المرمى بلبولي، على اليمين حمزة المثلوثي، على اليسار يلعب علي معلول، وسط الدفاع سيام بن يوسف أيمن عبد النور، اليوم عودة للتشكيل الأساسي وهبي الخزري فرجاني الساسي أول مرة أساسي تيتولير منذ فترة، والمخضرم حسين الراقد 50 مباراة دولية مع نسور قرطاج في التشكيلة الأساسية كالعادة منذ البداية، شيخاوي فخر الدين بن يوسف وحمزة يونس محترف الفريق البلغاري رازغراد يلعب في الشامبيونز ليغ الأوروبي يبدأ بها أساسي اليوم الكوتش البلجيكي السيد جورج لكانس. وضعية المجموعة تعرفوها مليح، السنغال وصلت تونس وصلت يلعبوا على المركز الأول، الفريق المصري أرادت له ظروف اليوم أن يعود له الأمل، الفريق المصري يأتي الخبر اليقين والسعيد للمصريين الخروج الرسمي للفريق النيجيري 2-2 في نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، البافانا بافانا الكونغو تنقض على المركز الثاني بهدف للصفر في أم درمان على الفريق السوداني، والفريق المصري في أفضل الثوالث يبقى قدامه فقط فريق الكونغو الديمقراطية لليوبار نتاع مازن بي وفيتا كلوب كينشاسا اللي ربحوا اليوم سيراليون 3-1 هدف قاتل في دقيقة 93 للفريق الكونغولي يحسم المركز الثالث حاليا للفريق الكونغولي، ولكن الفريق المصري يدخل 90 دقيقة أخيرة في عمر التصفيات في استاد المنستير بمعلومة مهمة جدا، الفوز بهدفين أو فارق هدفين يؤهل رسميا الفريق المصري في أفضل مركز ثالث في الكان 2015 في غير الاستوائية. تنتقل المباراة كرة أولى عن طريق صلاح
مباراة منتظرة جدا قوية، فريق التونسي بدون ضغوط والفريق المصري عاد له الأمل من جديد بعد الثلاث السمان. الفريق المصري يلعب الليلة من أجل تفادي الثلاث العجاف. الثلاث السمان هي كأس أمم أفريقيا 2006 2008 2010، فما الثلاث العجاف 2012 2013 2015 ليست رسمية، الكورة ما زالت في الميدان ومصر تلعب 90 دقيقة لكتابة التاريخ. اليوم حقيقة فما شيء يلزم نشدوا عليه، هو الروح الرياضية الكبيرة اللي ميزت المباريات. شفنا ماتش كبير السيراليون في كينشاسا، شفنا ماتش تاريخي لجنوب افريقيا ضد نيجيريا رغم فرق متأهلة، الكامرون ايضا اللي ما خسرتش الكوت ديفوار ولعبت الكرة الكرة. اكيد اليوم ايضا الفريق التونسي باش يلعب الكرة الكرة، يحب يربح ويقدم اداء ممتاز واللي يربح صح عليه. الفريق المصري عنده كرة وشانس، والدفاع تمشي خطيرة والتسديدة والكرة الاولى على مرمى بلبولي. دقيقة ونصف اكيد خبروهم، اكيد قالوا لهم المصريين انه النتيجة القادمة من نيجيريا في صالحهم. المنتخب المصري يلعب توبي اور نوت توبي في ليلة القبض على غينا الاستوائية. تمشي كرة منتخب التونسي، فريق الوطني ترشح رسميا في الجولة الخامسة، سيناريو يحدث لأول مرة في العام 2000. يلعب المنتخب التونسي الآن من أجل النقاط الثلاث، من أجل الصدارة. ترجع الكرة عن طريق شيخاوي، شيخاوي والكرة الأولى من ياسين محترف اف سي زوريخ في الدوري السويسري. مباراة منتظرة أن يرتفع فيها النسق، العزيمة المصرية والراحة النفسية للتوانسة ممكن تخلي مباراة من نار. هكذا ما نراه، هكذا ما نتمناه في المواجهة رقم 36 أو 37 في تاريخ لقاءات الفريقين. 14 انتصار تونسي، 11 فوز مصري و11 تعادل. حسام غالي كرة في وسط الميدان، تمشي كرة على طريق النني، نني كرة خطيرة جدا، فرصة أخرى المنتخب المصري وكرة 1-0 في دقيقتين ونص. في دقيقتين ونص محمد صلاح محترف البلوز تشيلسي كاد يغير شكل المباراة ويعطي ثقة كبيرة للمصريين. المنتخب المصري يلعب من أجل استغلال واستثمار ممكن نوع من الهبوط في التركيز للأداء التونسي باعتباره ترشح، نوع من الاسترخاء. نشوف المباراة ونحكمه، هفوة كبيرة في الدفاع اللي عمل 4 كلين شيت متتاليات، سيناريو لم يحدث من سنوات. المنتخب التونسي هو أقوى دفاع في التصفيات الأفريقية مع الفريق الكامروني ويليهم منتخب جنوب أفريقيا. تمشي كرة للمنتخب المصري، الفريق المصري منتظر جدا، البداية متاعه بداية ممتازة. حكم المباراة ديزيري نومانديز الصيدلي الإيفواري يؤشر لخطاف في وسط الميدان لمصلحة النصور بطريقة الفرجاني الساسي، مسجل هدف غالي جدا في مرمى أسود التيرانجا في الوقت القاتل في هذا الملعب. ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي، 50 مباراة دولية للراقد، يلعب هدف وحيد في رصيده مع نصوري قرطاج، واليوم الجماهير كانت الدخلة متاحة في الجرافيك، لا صوت يعلو فوق صوت النصور. حماس كبير وانتظار، وتطلع الجمهور الملاحظين المدربين الفنيين ينتظروا أداء ممتاز من المنتخب التونسي. هنا أحمد حسن 4 مرات ربح بطولة أفريقيا وهو رقم قياسي مع العاد للتشكيل الحضري، بينما هنا كرة خطيرة يوفي الخزري خطيرة جدا على المنتخب المصري، والركنية الأولى للمنتخب الوطني. كرة الفريق التونسي عن طريق اللاعب فخر الدين الروج بن يوسف اللي سجل هذا بالانتصار، هذا هو الأسطورة. 126 مباراة دولية عصام الحضري اللي فاز بهذه البطولة 4 مرات، سنوات 98 2006 2008 2010. تمشي كرة، فما أهداف، نتصور فما أهداف من الجانبين. مباراة مفتوحة، الفريق المصري يلعب للانتصار بفارق 2 أهداف، الفريق التونسي يلعب لسجل خالي من الهزائم في التصفيات وهو ما لم يحصل في تاريخ مشاركات تونس في الكان إلا مرتين. يمشي بالكرة والتنفيذ، كرة منتخب الوطني خطيرة والكرة ما زالت صعبة. تمشي الكرة مرة ثانية عن طريق سيام بن يوسف، يرجع خطيرة معلول العرضية وممتازة من الحضري. يحضر عصام الحضري وينقذ المنتخب المصري من كرة التقدم عن طريق معلول. فماش ركنية، ماذا زفر الحكام؟ ممكن شاف فيها فاول، ممكن زفر فاول، احنا ما شفناش فاول، ممكن فيها اوفسايد، ممكن فيها تسلل على حمزة يونس محترف الدوري البلغاري والشامبيونز ليج مع فريق الرازغراد. تمشي كرة عن طريق عصام الحضري، 126 مباراة دولية منذ أول مباراة دولية في العام 97 مع المنتخب المصري.
كرة تمشي على اليسار على اليمين، يدخل محمد ياساسي المحمدي والكرة بتغطية عبد النور، يمشي لاعب المونيغاسك لاعب الإمارة موناكو، تمشي كرة ممتازة وسط الميدان. المنتخب التونسي يلعب على الأداء، الفريق المصري يلعب على النتيجة. هل يكون فريق ثالث عربي في غينيا الاستوائية أم ستقتصر مشاركة الضاد وكرة العرب على زوج فرق هما تونس والجزائر؟ ترجع كرة في خطة لحمزة يونس، خطا وفاول في وسط الميدان، 6 دقائق لعب في زمن المباراة عن الشطر الأول. خطا واضح ضد قالب دفاع النادي الأهلي اللي متأهل لنهائي الكونفدرالية ضد فريق سوي سبورت الليفواري، اللاعب محمد النجيب. كرة تمشي المنتخب التونسي، 6 دقائق لعب في الشوط الأول. مفاجأة كبيرة الخروج النيجيري المذل اليوم بعد مأساة التصفيات للسوبر جرين جيرلز أبطال القارة. هنا الحضري لا يخطى عصام، الفريق المصري لم يكن محظوظ في واجهة التصفيات، إصابات برشا وإصابات حراسه، ولكن في الأخير يحضر بمن حضر ويحضر من خلال 41 سنة زوف الكرة المصرية. الحضري عصام ترجع الكرة بالدفاع عن طريق الخزري العائد للتشكيلة، كان غايب في ماتش بوردو في ماتش بوتسوانا، لعب جيرون ضد بوردو. 4 أهداف مع المنتخب التونسي، كرة دور مليح، النصور عندها كرة في الانطلاق، تمشي عن طريق البلبولي. بلبولي حارس النجم الرياضي الساحلي يلعب كرة طويلة في وسط الملعب، تتهيأ تونسية، تمشي كرة عن طريق المنتصف، يلعب حسين الراقد. هذا حمزة المثلوثي، حمزة يطلع كرة لحمزة يونس، ضغط على الدفاع المصري عن طريق نجيب، والكرة في الأخير للتلميذ النجيب، يلعب الكرة للحضري. الحضري بالكاريزما متاعه ممكن حل برشا مشاكل في 48 ساعة اللي جاء فيها المستير بعد دعوة شوقي غريب. شوقي غريب 10 مباريات في قيادة المنتخب المصري، 4 انتصارات 5 هزائم متعادل. كرة ترجع تونسية في الدفاع، تبقى مصرية في الأتاك، خطيرة جدا الانطلاق العرضي عن طريق الراية، محمد صلاح يعمل ورقة فنية، والكرة في الأخير إلى ركنية أولى للمصريين. ضربة الكرة صحيحة في عبد النور، وتتهيأ الكرة من ركنية أولى للمنتخب المصري. أمامكم الصورة واضحة جدا، ركنية موجودة لمنتخب الفراعنة، 7 مرات بطل القارة تونس، بطل أفريقيا 2004، وأحسن نتيجة خارج الديار عام 96 فاينل جوهانسبورغ في الليفنبي ستاديوم، والهزيمة من بافانا بافانا 0-2 ثنائية مارك ويليامز في مرمى الكبير. شكرا للعب. 8 دقائق لعب في زمن الشوط الأول، 0-0 حاليا في ماتش مصر تونس. اخر 4 مواجهات بين المنتخبين العريقين شهدت افضليه تونسيه، 3 انتصارات وتعادل. الفريق المصري لم يهزم الفريق التونسي من عام 2002، هدف حازم امام في الكان، والكره تمشي فخر الدين بن يوسف، يلعب كره فخر الدين في وسط الميدان. فخر الدين كره من الدفاعات المصريه، الضغط التونسي والامكانيه للمنتخب المصري. ترجع من جديد كره طويله تمشي عن طريق صابر الرحيل، صابر الرحيل كره بالراس، الكره الثانيه ياخذها الفريق المصراوي في وسط الميدان الى تماس من سام بن يوسف المحترف في الدوري الروماني. هذا هو جورج ليكانس البلجيكي الذي كان يلعب مدافع في نادي بروج في فترة التوب متاع اف سي بروج في السبعينات، وكان يتسمى بالسكين لصلابته وقوته الدفاعية. هنا ممكن ورقة صفر على فتحي، الحكم نومان دياز بالفعل يوجه انذار اول على لاعب المنتخب المصري، لاعب كل الخبرات المحترف فلان في دوري نجوم قطر احمد فتحي، بطل الثلاثيات او ثلاثية المصريين 2006 على كوت ديفوار، 2008 على الكاميرون تريكا، و2010 على الفريق والمنتخب الغاني. هدف جدو، خطا واضح وانذار مستحق في 10 دقائق لعب في الشوط الاول. الفريق المصري متوتر شوية طبيعي جدا، لأنه يلعب ضد وقت، ضد منافس خارج الديار، ومطالب فارق زوز أهداف، مطالب بسكور، بينما الفريق التونسي يلعب نوع من الهدوء في انتظار تحسن الأداء والقادم من دقائق المباراة. المنتخب التونسي نعم يبحث الليلة عن أرقام قياسية، أهمها أنها المرة الأولى في حالة الفوز سيصل النهائيات في المركز الأول لدوري المجموعات منذ عام 2000، لما تأهلنا في المركز الأول في مجموعة أوغندا وليبيريا والجزائر بخمسة ربح وهزيمة في مونروفيا. وأيضا ستكون ثالث مرة في تاريخ الكان منتخبنا يتأهل بدون هزيمة حتى في حال تعادل اليوم
بعد عام 82 هو عام 2013، ولو أنه 82 و 2013 ترشحنا من مباراة واحدة يعني من دور واحد ضد السنغال في 82 1-0 عمر جبالي 0-0 في دكار، و 2013 نسخة سامي ترابلسي 2-2 في فري تاون و 0-0 في هذا الملعب المونستير ضد فريق سيراليون. ولكن على مستوى الدوري مجموعة أول مرة نوصل النهائيات بدون خسارة، هذا هو الهدف من النخبة الوطنية في ماتش الليلة. ترجع الكرة الفتحي، فما شوية جس نبض وفترة الحذر، ترجع الكرة منتخب المصري مطالب بالتسجيل ولكن أيضا مطالب بالحذر في الدفاع. كرة تمشي سهلة للفريق الوطني التونسي عن طريق الرواق اليمين، تمشي كرة الحمزة المثلوثي لاعب الكابيستا النادي الرياضي البنزرتي، أول فريق تونسي ربح كأس أفريقية في الأندية 88 بين دولات في الران شربيس يوم الثالث من ديسمبر. ويوم الثالث من ديسمبر في ملبو هذا العام 2014 سيكون موعد القرعة، هل تحضر مصر أم لا، أم تكون بجملة الغائبين الكبار مصر مع نيجيريا وأيضا مع المغرب بعد استبعاد تنظيمها لنهايات يناير القادم. منتخب الغيني وصل للنهايات بعد الفوز على أوغندا في كازابلانكا. كرة ممتازة للفريق المصري 1-2 الدور مصرية عن طريق وليد سليمان. وليد سليمان يلعب الكرة بعيد على الصبري رحيل، بعيد الكرة على الصبري رحيل. هذا حاتم المساوي لاعب سابق في الملعب التونسي، لعب بعض المباريات في المنتخب وخاصة في الفريق الأولمبي، ويعتبر المساعد الأول للكوتش البلجيكي جورج ليكنس. 12 دقيقة لعب في الشوط الأول. السؤال هل تتأهل مصر؟ السؤال يهم التوانسة، هل يقنع ويقنع الفريق الوطني اليوم أداء ونتيجة؟ سنرى ونتابع 90 دقيقة. فريق المصري وصوله للمستير كان قبل تونس باعتبار مسار من مشكل وعطب فني على الطائرة الخاصة التي لم تتمكن من التحليق في مساء الجمعة بعد ماتش غابورون، وتأجل التحليق بعد التحاق طائرة ثانية خاصة إلى بوتسوانا ضد الزيبراس للوصول إلى المنستير في أمسية الأحد. ترجع كرة المنتخب المصري عن طريق اللعب إنني محترف في الدوري السويسري في نادي بازل. يلعب الكرة عن طريق الجليسار، يمشي صبري رحيل، صبري رحيل 1-2، ووليد سليمان يسدد كرة ركنية الثانية للفريق المصري. طبيعي جدا أن نشاهد هذه الجرينتا والروح الانتصارية للمصريين. أحمد حسن الريكورد مان وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع المنتخب المصري أكثر من 180 ماتش، بينما الهداف التاريخي 69 هدف هو حسام حسن. 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، مصر نسبيا أفضل. 13 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول مع ركنية النني، يمشي للتنفيذ اللاعب محمد النني. ذهاب الفريق التونسي سجل في هذا التوقيت هدف الانتصار في القارة في الكلية الحربية عن طريق الروج. والفريق المصري يحاول نفس السيناريو، الكتابة والحياكة والصياغة في هذا الماتش الثاني، ماتش الإياب، الماتش الذي وصل خلاله الفريق التونسي للنهايات وليلعب فيه المنتخب المصري كل حظوظه لإدراك ملبو وباتا. تمشي كرة من ركنية تنفيذ والرأسية الثالثة مرت سليمة، والكرة ترجع عن طريق أحمد فتحي. كرة من الأوت التماس من الجانب المصري، مهام التنفيذ تمشي لليساري صبري رحيل. صبري رحيل يلعب الكرة وسط الميدان عن طريق النني، يمشي النني لفتحي، أحمد فتحي في كرة طويلة تتاية كرة من اليسار اليمين. كرة ترجع مرة أخرى للفريق المصري، فماش تسلل لفهم الهدف الأول، الهدف الأول للفريق المصري، فماش تسلل محمد صلاح في دقيقة 14 في نفس توقيت هدف فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف الأول للمباراة. المنتخب المصري على بعد هدف من الوصول والتأهل إلى غير الاستواية. أول هدف يقبله الفريق التونسي من ماتش بوتسوانا في المونستير في 6 سبتمبر الماضي. هنا الكرة، هل هناك تسلل أو لا؟ المساعد لا يرفع الراية، هو الكرة في الجول من هذه الزاوية مش ممكن نكتشف ونحكم، ولكن صلاح بلمسة فنية طعم لاعب كبير يغالط كرة بلاسيه الحارس بلبولي ويفتح سجل المباراة وهدف المباراة الأول للفريق المصري. 1-0 مصر. الآن الفريق المصري نفسيا باش يكون في وضعية جيدة جدا. ترجع الكرة في وسط الملعب، حمزة يونس في النصف، فريق التونسي ربع ساعة مش موجود تقريبا المرة،
الأفضلية واضحة للفريق المصري. هدف ثاني واهل مصر لملبو وباتا يمشي فيها على اليمين المحمدي. المحمدي كرة في النصف، سيطرة مصرية واضحة جدا، كرة ترجع عن طريق عبد النور، يمشي عبد النور في وسط الميدان، تتهيأ الكرة مرة أخرى وترجع الفريق المصري عن طريق محمد صلاح. كرة صعبة جدا على المنتخب التونسي، يلعب صلاح في يوم كبير، صلاح يحاول يركن كرة والكرة برا، حاول يركن كرة محمد صلاح محترف البلوزة تشيلسي تحت الإدارة الفنية للكوتش والمدرب مورينيو. هذه الكرة الأخيرة فيها برشا شك، اوف سايد ام لا، خرج صلاح الحاصل انه هدف افتتاحي للمنتخب المصري موجود ومحسوب. وهنا كرة اي رد فعل للمنتخب الوطني التونسي. فريق الوطني التونسي ظاهر انه ذهنيا لحد الربع الساعة الأولى خارج المباراة، في وقت كان ينتظر فيه الجمهور والنقاد انه الفريق التونسي باش يكون مستوى جيد باعتبار انه مرتاح على التأهل ويلعب بعيد عن الضغوط. ولكن اول ربع ساعة الفريق التونسي ما لقاش لعبه، ولذلك هي مطالبات الان البلجيكي لكاس يقول لابد ان نلعب لعبنا. ترجع الكره، فريق المصري مسيطر على الكره، تقريبا البوسيشن يفوق ال 55% في رايي. وسط ميدان وتغييرات ممتازه بالنسبه للمدرب شوقي غريب. هل تحصل المعجزه رغم الوضعيات الصعبه؟ المنتخب المصري هل يعود ويتاهل ويتفادى الثلاث العجاف؟ تمشي الكره عن طريق المحمدي. 16 دقيقة من غياب تونسي ومن حضور مصري، أفضل مباريات الفريق المصري في البطولة. راسية وكرة ثانية وخطيرة والتسديدة مازالت عن طريق وليد سليمان. وليد سليمان يسدد وكرة قريبة للثاني. الفريق المصري الذي يطالب بركلة جزاء ولمسة يد في هذه اللقطة، الحكم يقول العب، كرة طويلة. المنتخب التونسي الخطوط متباعدة. ترجع الكرة في وسط الملعب، حسام غالي دور ممتاز لخبرات غالي اللي يلعب اساسي لاول مره في التشكيله المصريه منذ ماتش الذهاب في الكليه الحربيه. تمشي كره عن طريق الشيخاوي، يهرب الشيخاوي لكن الدفاع ممتاز مصراوي. ترجع كره في الميدان، الجمهور الان فما صافرات الاستهجان طبعا يطلب المنتخب التونسي احترام الجمهور الحاضر واحترام الجمهور اللي على الشاشه وانه يلعب كره اكثر جديه اكثر روح. تمشي كره الشيخاوي، الشيخاوي يلعب الكره في النصف عن طريق الفريق التونسي. سيناريو مباراه بوتسوانا تقريب في ذهاب في استاد المستير اللي الفريق الوطني لقى نفسه خاسر بهدف. اي رده فعل اليوم؟ تمشي كره عن طريق حسين الراقد، يلعب الكره اليساري، يلعب السفاقسي سي اس اس علي معلول، معلول تمشي كره ياسين الشيخاوي، يلعب اف سي زوريخ، حاط الكره ممتازه فريق تونس. الحكم يقول ادفانتج او لا، يرجع للخطا ويعطي ورقه صفراء الثانيه في الماتش. انذار بعد تدخل قوي جدا، انذار شفوي لحد الان. هنا التدخل يستوجب الورقه الصفراء في راي على علي الجمر. هو الكره في دقيقه 18 هي للمنتخب الوطني التونسي بقدم معلول. تمشي كره عن طريق علي معلول. 18 دقيقه، عصام الحضري ممكن بحضوره اعطاه روح كبيره، مش ممكن هو اكيد اعطاهم برشا روح انتصاريه. تمشي كرة عن طريق علي معلول، معلول يوزع كرة على القائم الثاني، كرة بدون عنوان، كرة بعيدة جدا للاوت والتماس، رمية جانبية للفريق المصري. جورج ليكانس يبدأ يقرأ في المباراة، يشوف الاختيار للتشكيل كيف كان. خطأ واضح موجود للمنتخب المصري، فاول على اللاعب حمزة المثلوثي. المطالب الجماهيريه كبيره، منتخب التونسي بالاداء، بالشيخاوي ايضا ان يكون في يومه لانه المباراه الاخيره في غابورون تقريب شهد غياب كامل للشيخاوي في ماتش بوتسوانا. فريق التونسي ممكن ليس في فتره ممتازه جدا لانه حتى ماتش بوتسوانا ما كانش مقنع. ترجع الكره، فريق المصري اكثر حيويه اكثر حركيه واكثر عزيمه. تمشي كره فرجاني ساسي، فرجاني شوف المساندة يلقاها فرجاني عن طريق حمزة يونس، كرة المنتخب التونسي ولكن الدفاع المصري. تقطع الكرة مرة أخرى للفريق المصراوي. ترجع الكرة للفريق التونسي. وصلنا تقريبا 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. تمشي كرة عن طريق فخر الدين بن يوسف، يدخل فخر الدين، خطيرة جدا للحارس وكرة هي للتعادل، فرصة كبيرة للمنتخب التونسي. ترجع كرة أخرى من الفرجاني ولكن أوت. المحاولة المنتخب الوطني التونسي يخطر كرة، والحارس عصام الحضري هنا الإضافة والبلوس نتاع عصام الحضري
الذي يمنع الفريق المصري من التسجيل. تاريخيا علينا أن نعلم أن الفريق المصري ولا مرة في تاريخه فاز على الفريق التونسي في تونس في المباراة الرسمية. انتصاره الوحيد كان في ودية نوفمبر 7/89-4-0. أحمد رمزي وأحمد الكاس وطاهر أبو زيد وعادل رمزي ورصية وكرة خطيرة وكرة للتعادل، فرصة منتخب تونسي. هناك نوعا ما في هذه اللحظات محاولة التعادل وردة الفعل منتخب تونسي، الجمهور يتفاعل. الكرة للمنتخب عن طريق الراقد، كرة دور مليح، صلاح بادر بافتتاح النتيجة وعملية الإنقاذ والإصلاح للفريق المصري. كرة ممتازة جدا الفريق التونسي، ولكن الدفاع. مباراة حلوة ممكن بينافس إثارة ماتش الذهاب، في انتظار الدقائق مع تقدمها ممكن نشوفوا ماتش خير. كرة ترجع من الفريق التونسي، بلبولي بلبولي يمشي بالكرة، كرة عن طريق حسين الراقد، يمشي حسين الراقد، كرة ضايعة من الشيخاوي، شيخاوي يعطي باس، كرة الفرجاني في المنتصف، فرجاني الشيخاوي، شيخاوي متباطة متهالك جدا ياسين الشيخاوي، واضح أنه في أسوأ فترات وفترة فراغ كبيرة للعب زوريخ اف سي. ترجع الكرة مرة أخرى، فريقه يلعب في الأوروبا ليج معاه طبعا الشرميتي، والكرة ممتازة جدا مرة أخرى في دار الدفاع، ويخرج بلبولي، هذه المرة يخرج بلبولي وينقذ المنتخب من الهدف الثاني. في نفس التوقيت السنغال يفتح بواب التسجيل على الجابورون على البوتسوانا والزيبراس، 1-0. كرة ترجع المنتخب التونسي في وسط الميدان، كرة ترجع مرة أخرى الفريق التونسي عن طريق الخزري، يسدد كرة بعيدة، يسدد كرة بعيدة وهبي الخزري في 22 دقيقة لعب من الشوط الأول، 23 سنة لاعب بوردون، انتقل في موسمه الأول جيروندان قادمة من فريق باستيا. بلال المحسني منذ الإصابة خسر مكانه بالتشكيلة، حتى لما اعتمد الكوتش البلجيكي على 3 في المحور، خير محمد علي العقوبي والآن على ثنائي في المحور، واضح أنه فكره متجه لعبد النور وللاعب سيان بن يوسف اللي لاعب ثابت في توليفة المدرب البلجيكي. يمشي بالكرة منتخب تونسي، أداء أفضل، تحسن أداء الفريق في الخمس دقائق الأخيرة. يمشي كرة علي معلول، خطيرة حمزة يونس، الدفاع المصري يصمد كرة في الأوت، تماس رمية الجانب للمنتخب الوطني التونسي، كرة الفريق التونسي، كرة ترجع للفريق التونسي عن طريق علي معلول، علي معلول يحط كرة الفخر الدين بن يوسف، كرة منتخب التونسي، توزيع ممتازة والكرة عن طريق الحضري، عصام الحضري يلعب الآن في نادي وادي دجلة، الحارس التاريخي لنادي الأهلي اللي فاز مع الأهلي ب20 بطولة. ترجع الكرة منتخب المصري يتراجع في الدقائق الأخيرة، فرصة الفريق التونسي ممكن عن طريق حمزة يونس العرضية، ومرة أخرى عصام، مرة أخرى عصام الحضري يخلص وضعية صعبة على الفريق المصري. تلعب الكرة عن طريق النني، ناني في وسط الميدان، كرة ممتازة مرة أخرى في الوقت اليسار في جهة معلول، ينسل يهرب منها محمد صلاح، صلاح يعطي كرة خطيرة ولي سليمان، كرة ممتازة المنتخب المصري، محاولة التسديد، لا يلعب كرة يحل اللعب، يحل اللعب صبري رحيل، صبري رحيل، وكرة ترجع مبدئيا سهل للمنتخب التونسي بالدفاع، ترجع مصراوية، برشا ميس باس، برشا كرة خالطة من المنتخب الوطني. يرجع يضغط الفريق المصري عن طريق حسام غالي، حسام غالي يلعب الكرة للمحمدي، فرصة كبيرة والنني وفرصة النني للهدف الثاني القريب، كرة ممتازة جدا من محمد النني، كرة ممتازة جدا من محمد النني. الدفاع التونسي اليوم في أسوأ حالاته على مستوى التمركز، فماش انسجام، فما برشا هفوات، فما برشا خطورة من جهة معلول يستغل فيها المدرب شوقي غريب وأبنائه. من جهة محمد صلاح على مستوى المحور لحد الآن فماش نفس الثبات على المباراة الماضية، مباراة تلعب نفسيا وذهنيا لفريق متأهل، لكن لن أبرر ولن نجد الأعذار وقت مباريات مضغوطة نقولوا ما ظهرناش، خاطر مباريات مضغوطة، مباراة نتيجة، لأن أنت متأهل، يعني حتى لو متأهل وما تلعبش يعني يولي فيه صراحة مشكل كبير، ولو في الأخير دائما أنا من أنصار النتيجة باعتبار النتيجة هي كل شيء. التاريخ لا يحفظ إلا الأرقام كما قال جورج ليكانس في ندوته الصحفية. ترجع الكرة للستة الراقد، ممكن المنتخب التونسي نعتبرها آخر مباراة تصفيات، ولكن نعتبرها أول مباراة في التحذير لغينيا الاستوائية،
ترجع كرة ممتازة للمنتخب الوطني، كرة جميلة جدا. شيخاوي يلا تحرك ياسين، يارب ياسين، ياسين الشيخاوي يعمل اكسلاسيون، يحط كرة مكشوفة بالتليفون والكرة تقطع من الدفاع المصري. البوزيشن تفوق مصري 52%. حاليا الفريق التونسي يخسر صدارة المجموعة لمصلحة السنغال المتقدمة بهدف على الدين يحيى مع المحسني مع فاروق بن مصطفى الميكيري وحسين ناطر وبقية الرفاق مع المهاجم الشرميتي. هذه دكة البدلاء الرئيسية للمنتخب الوطني التونسي. على مستوى المواجهات الرسمية 8 انتصارات تونسية والسبعة للفريق المصري آخرها 2002. ترجع كرة في وسط الميدان، الضغط من معلول المساندة من الفرجاني الممتاز الراقد، الراقد كرة ترجع عبد النور يعمل رولانس للمنتخب التونسي. حذاري بلبولي يلعب كرة طويلة بلبولي قدام خالد قمر، خالد قمر اللي يبدأ أساسي اليوم على عماد متعب اللي مظهرش طبعا لغيابه فترات طويلة في ماتش السنغال مظهر شيء. والكرة تمشي عن طريق حمزة يونس، حمزة يونس مطالبين أكثر بالسرعة. السنغال اثنين في الطريق المفتوح، الصدارة مؤمنة الآن من وصول تيرانجا أقوى فريق في المجموعة. والشيخاوي شد برشا كورة، والشيخاوي يتعثر، والشيخاوي لحد الآن غير موجود بعد 27 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول. مباراة مقبولة جدا. ترجع الكرة عن طريق اللاعب والقائد، يلعب الكرة قائد الدفاع بطبيعة الحال عبد النور، تمشي الفرجاني، فرجاني حسين، حسين الراقد يرجع حسين. 50 مباراة دولية قلت مع المنتخب التونسي، أكثر لاعب في هذا الجيل في هذا التشكيل في هذا الفريق في هذا الزاد البشري يلعب في المنتخب. تمشي كرة ممتازة جدا، فكرة باية، مثلوثي يهرب، حمزة يضغط المثلوثي والدفاع يخرج سليمة من نجيب محمد. نجيب يخرج الكرة إلى أميرال محمد نجيب، كرة في التماس، حاول ليكانس يحسن وقفة الفريق خاصة انه ملعبيتنا. ترجع كرة حمزة المثلوثي في خطأ، في فاول يستفيد منه الظهير اليمين للمنتخب التونسي على وليد سليمان. الفريق المصري خارج الديار في هذا الموسم فاز 2-0 في بوتسوانا وانهزم 2-0 امام الفريق السنغالي. هذا الهدف اللي سجله المنتخب المصري اليوم هو رقم 34 في مواجهته ضد تونس. بينما الكره منتخب التونسي خطيره، وهبي يخرج يسقط طبعا قبل وهبي الخزري، يرجع بالكره القائد عصام الحضري، تمشي الكره عن طريق وليد سليمان، وليد سليمان عن طريق النني، النني يمشي بالكره لفتحي، فتحي يحط الكره لجبر. مهم جدا الفريق المصري بالنسبه له انه يكمل هذا الشوط متقدم حتى بهذا الهدف، بينما الفريق التونسي مطالب اكثر حيويه واكثر خطوره واكثر نجاعه امام المرمى للتعادل قبل نهايه الشوط اذا يحب ينتصر. تمشي الكره عن طريق اللاعب محمدي، محمدي وكره في ركنيه جديده، ركنية جديدة المنتخب المصري. محمد على اليمين، فتحي يدخل في السنترال في وسط الميدان، هو خالد قمر بديل للعب متعب في البونتا، وحسام غالي بدل المصاب إبراهيم صلاح. هذه هي خيارات المدرب شوقي غريب، شوقي غريب، وتمشي كرة صلاح، وصلاح والفريق المصري يلعب لثنائية خطيرة. ترجع بالراس شيخاوي في الحالة الدفاعية ممتازة بهذه اللقطة والمرتدة خطيرة جدا، لو يهرب لا ما يتعداش، ما يتعداش الروج، يضغط فخر الدين بن يوسف والكرة تمشي للفريق المصري في معاناة. محمد نجيب يلعب كرة طويلة، راجع من التسلل بالفعل في اوف سايد، نعم تسلل المنتخب التونسي كان واضح عن طريق علي معلول، كان واقف امام الكرة صلاح. يلا نتجاوز ونلعبوا كرة، 29 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول. المنتخبات المتأهلة للكان حاليا هي غينيا الاستوائية كبلد مستضيف، جنوب افريقيا، الكونغو برازافيل، تونس، السنغال، غينيا، غانا، ثم الجزائر، مالي، ثم زامبيا، الكاب فيردي. هذم 10 و11 من سيكون أفضل ثالث في باقي المجموعات. أيضا الوصول كان لغانا وغينيا، قلت له السيلي ناسيونال عاد من جديد. نتبع المباراة، تمشي مع وهبي الخزري، وهبي والكرة في المنتصف للفريق التونسي ممتازة مثلوثي، فما شيء والاندفاع والروح الانتصارية لها من الجانبين. ترجع كرة على طريق فرجاني والحكم يرجع لخطأ، مش معقول، مش معقول. يانو مانديس خليه، ربي يشفيه، خلي تلعب الكرة، مش مشكل. نصف ساعة لعب في الشوط الأول، تتوقف المباراة في صابة. المثلوثي لباس على أحمد فتحي، أيضا يقوم لباس
المباراة تتواصل في نصف ساعة من زمن الشوط الأول، والنتيجة 1-0 للفريق المصري. دقيقة 14 الإمضاء عن طريق مهاجمه الأخطر اللاعب صلاح، محمد صلاح، اللي بالمناسبة يسجل هدف جديد مع المنتخب المصري، هو هدفه رقم 20. 20 هدف في 36 حضور بالنسبة للاعب تشيلسي محمد صلاح. شال لاباس بالنسبة للاعب المصري المصاب وليد سليمان، ليس فتحي، بينما هداف الفريق في هذه المجموعة المصرية هو عماد متعب، 28 هدف دولي مع منتخب الفراعنة. فريق المصري اللي عنده عناصر جديدة تقريبا، هذه الثالث مبارياتهم الدولية، مثل علي الجبر، مثل أيضا صبري الرحيل، هذا ماتش الرابع، وبالتالي فما توليفة بين عناصر الخبرة وبين العناصر الجديدة للكتيبة المصرية بقيادة شوقي غريب، اللي خذا المشعل بعد برادلي وبعد فترة من الإخفاق في الوصول لكأس العالم عن المعلم حسن شحاتة. ترجع كرة تونسية، الروح الرياضية تسيطر على أجواء القمة الآن في استاد المنستير، والكرة ترجع عن طريق وابي، وابي الخزر لمن يهب الكرة، ترجع الكرة موهوبة عن طريق رقم 2، يلعب سيام بن يوسف، كرة عن طريق عبد النور، أيمن عبد النور. مهم جدا مباراة الليلة من ناحية وسط الميدان، والكرة ترجع فريق التونسي، خطيرة، محاولة التسديد، وكرة عالية من الفرجاني، الفرجاني ساسي أو فخر الدين بن يوسف يسدد كرة. فخر الدين عنده مصادفة غريبة، فخر الدين بن يوسف سجل 4 أهداف، كل أهدافه مع المنتخب التونسي كانت خارج القواعد، ولا هدف سجله في الأراضي التونسية أمام الجمهور التونسي. هنا التنبيه على وابي الخزري وحسام غالي، هنا التنبيه من الصيدلي الإيفواري نومان دياز، أحد أحسن حكام القارة. ذهابا كان بكري قسم الجامبي، ولقاء العودة في المنستير هو بإدارة الحكم الإيفواري السيد نومان دياز. أول مباراة بين تونس ومصر كانت في أولمبيك جيمس روما 60، فاز الفريق المصري 3-1 في القارة، وتعادل 0-0 في الشادي زويتن في تونس، ولكن التعادل أهل الفريق التونسي كثاني المجموعة إلى النهائيات الأولمبية بعد 4 سنين من الاستقلال، وفي أول مشاركة دولية وخارجية لمنتخب تونس الوطني. فريق التونسي والفريق المصري التقيا في تصفيات أمم أفريقيا عام 78، تصفيات كان غانا، وفازت تونس 3-2 في ماتش مثير في تونس بعد التعادل 2-2 في القارة. ثم كان أيضا في 84 0-0 في تونس بعد 1-0 على نبيل في استاد المقاولون العرب للفريق المصري الذي تأهل عامتها لكأس أفريقيا في الكوت ديفوار. عام 92 كانوا في دور المجموعة وتأهلت مصر بعد التعادل 2-2 ذهابا و 2-2 في ماتش العودة في استاد القاهرة، رباعية تاريخية في مرمى شوبير عن طريق محمد علي المحجوبي. ثم في نسخة 2014 الفريق التونسي فاز ذهابا، وحاليا الفريق المصري يتقدم في المنستير. ترجع كورة الفريق التونسي عن طريق وهبي الخزري وسط الميدان، ارتباك الان من زوز فيراك، ولكن كرة ممتازة، كرة طويلة، ويخرج الحارس بلبولي في خطة ليبرو، كانوا ليبرو يغطي مليح بلبولي. منتخب التونسي لما مشى شويه لقدام خلى برشا مساحات، الخطوط بعيد على بعضها، والدفاع فيه اشكاليه كبيره، مع كل كره طويله من المنتخب المصري او في ظهر مدافعينا نلقاو صعوبات كبيره. شوف قله التركيز، الفريق التونسي شوط دون التطلعات، دون المستوى لحد الان. الاشكاليه انه ممكن مباريات اخرى جات النتيجه، لكن المشكل اليوم انه ما فماش اداء وغابت النتيجه في اول 34 دقيقه. ترجع كرة في الأوت، والتماس، التماس والرمية الجانبية للمنتخب المصري. فريق التونسي خير لكانس أنه يلعب بنفس التشكيلة تقريبا الأساسية مع بعض التغييرات، ولكن كلهم أساسيين. ممكن كنا نتصوروا بعض التغييرات يعطي فرصة لعناصر أخرى يشوفها، خاصة أن المجال في ديسمبر لن يسمح كثيرا للكوتش البلجيكي بأنه يتبع ويشوف بعض العناصر الأخرى للمنتخب التونسي اللي اعتادت أن تكون في دكة الاحتياط في مشوار التصفيات الحالية. يرجع بالكرة الفريق المصري اللي على مجمل الشوط كان أفضل، خلق أكثر فرص وسجل الهدف في الكرة الأخطر في الانفراد عن طريق محمد صلاح.
مهمة جدا المباراة. الفريق المصري ليست حكاية أمم أفريقيا فقط، بل هي على مستوى التصنيف لتصفيات كأس العالم القادمة. كأس العالم القادمة اللي باش تتنظم رسميا في روسيا 2018، وتصفياتها باش تكون من 31 أوت إلى 14 نوفمبر 2015. شهر 8 الجاي تبدأ التصفيات إن شاء الله في أفريقيا، و14 نوفمبر نهايتها. مع العلم أن القرعة باش تكون في سان بيترسبورغ يوم 25 جويليا. كرة المنتخب التونسي، خطا وفاول على الفريق المصري، خطا على المنتخب المصري. وصلنا 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. هنا الكرة وهنا الخطا من اللاعب محمد نجيب على فخر الدين بن يوسف. ترجع الكرة المنتخب التونسي. طبعا مدرب الحراس للفريق المصري الكابتن سليمان. الفريق المصري يدرك جيدا أهمية هذه المباراة للمستقبل القريب كاس افريقيا، وللمستقبل البعيد اللي هو تصفيات المونديال في روسيا. يمشي كره وابن الخزري، وابن الخزري كره بالراس عن طريق عبد النور. محاوله لعبد النور اللي سجل تاريخيا، او الراقد لا عبد النور، عبد النور اللي تاريخيا سجل هدف واحد مع المنتخب الوطني التونسي. هل كان هنا تسلل ام لا؟ شفت عبد النور مقدم شويه، شوف الكره الاخيره عبد النور، لا ممكن راقد. على كل حال نرجع لصورة المباراة في المباشر في دقيقتها 37، مصر 1 صلاح 0 تونس. السنغال رابحة 2-0 في دكار، وبالتالي تحافظ على المركز الأول أو تخطف المركز الأول في الجولة الأخيرة من النصور حاليا في ظل هذه النتائج. خطأ على الظهير اليمين محمدي، تمشي كرة منتخب الوطن التونسي. كرة تتهاي عن طريق الفرجاني، يا رب الفرجاني. الرياكشن ردة فعل بتاع المنتخب المصري معروف. الفريق المصري لما يكون ظهره في الحيط يلعب مليح، يعطي كل ما عنده. والفريق المصري في الشوط الأول يعمل رياكسيون على خسارته. كرة خطيرة للمنتخب التونسي، ولكن الدفاع. ترجع الكرة للمنتخب التونسي عن طريق سيان بن يوسف. سيان بن يوسف الكرة عن طريق محمد نجيب. محمد نجيب 38 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي بالكرة المحمدي. كرة عن طريق المحمدي. قلت أهمية المباراة في الشوط الأول، الفريق التونسي يلزم يتعادل، والفريق المصري يحاول الحفاظ على النتيجة الآن. ترجع الكرة مرة أخرى مصرية. مباراة ما غير شد عصبي. ترجع الكرة، الحمد لله الفريق التونسي تأهل، وبالتالي المباراة بالنسبة لنا تكون أسهل على المستوى الذهني. يعني المشاهد التونسي يشاهد اللقاء والمنتخب يحب يشوف مستواه، يحب يشوف أداء، يحب يواصل مع النتائج الإيجابية. بينما الفريق المصري طبعا المصريين الآن الضغوط كبيرة جدا، خاصة أن الظروف خدمتهم في هذا اليوم العصيب. يمكن أول مرة المصريين ولو يتبعوا في سيراليون، ولو يتبعوا في الكونغو برازافيل، ويتبعوا في الكونغو الديمقراطية، ويتبعوا في جنوب أفريقيا ونيجيريا، ولو ماتش حلو يتبعوه الناس. فأول مرة المشاهد والمستمع المصري والرياضي المصري صار يتابع النتائج في تصفيات أفريقيا واحدة بواحدة، لحظة بلحظة. والنتائج كانت في اتجاه الفريق المصري اللي معول عليه للانتصار فارق هدفين، الان يقتنص بالمشوار. رابح بهدف كره خطيره ترجع من عصام الحضري. فما انذار في المباراه، انذار ثاني على اللاعب وليد سليمان المره هذه. ترجع كره المحمدي، يعطي برشا حلول محمدي وصلاح، ويخرج بلبولي. المحمدي وصلاح الرواق اللي صار للمنتخب المصري هو الاخطر، هو الافضل الان. ترجع كرة سيان بن يوسف. سيان بن يوسف يمشي بالكرة عن طريق عبد النور. عبد النور ضغط الفريق المصري في منطقة الفريق التونسي. ترجع كرة. الفريق المصري عمل برشا مشاكل تكتيكية للفريق الوطني. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان، شوف الكرة الثانية. الفريق المصري ضاغط، ياخذ كل الكرات، ياخذ الكرة الثانية، لكن برافو برافو الرائع المقاتل حسين الراقد. يمشي كرة فرجاني، فرجاني حمزة يونس. شوف 2-7، 2-7، مش ممكن، مش ممكن، 2-7. هو الكرة طبعا غلطة من حمزة يونس. ترجع الكرة من حسام غالي، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول.
فريق المصري عنده فرصة ويجيب الثاني. كرة عن طريق غالي، غالي وصلاح ومحمد صلاح، فيهاش خطأ، ترجع الكرة من محمد صلاح محترف في البريمير ليج في البلوز تشيلسي، تمشي الكرة مرة ثانية عن طريق أحمد فتحي، دخول أحمد فتحي وعودة غالي في الوسط أعطاتهم برشا قوة، والكرة ترجع مرة أخرى في تسلل في أوفسايد، في تسلل على الفريق المصري. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، يلا فرجاني يمشي، فرجاني الساسي، فرجاني الساسي يلعب الكرة ل وابي الخزري، وابي الخزري في وسط الميدان، يشوف البريسينج، الضغط المصري وصعوبات كبيره، سيام بن يوسف يطلع بالكره، سيام بتبيع الكره الثانيه، كرات الثانيه الكل يلقط فيها الفريق المصري، الخطوط متباعده جدا، فماش ضغط تونسي على الفريق المصري على حامل الكره، الفريق المصري يخرج بالكره مرتاح، الفريق التونسي يدافع في مناطقه، احمد فتحي ترجع الكره عن طريق علي جبر، لأحمد فتحي خطير يلعب بالنار بين ثلاثة، تمشي كرة للنني، النني كرة مصرية ممتازة، كرة ملعوبة بامتياز، ولكن عبد النور متفطر، عبد النور متفطر، ممكن نحكيه على الشوط الأول كان مصري وحده ما فماش مساندة لحمزة يونس، لذلك ما نجحش الشرميتي وما نجحش اليوم يونس في الشوط الأول، وما ينجحش حتى لو تجيب فان باستن، فماش اللاعبين اللي يطلعوا من الوسط ويكملوا ويوصلوا كرة، كي تجيب فان باستن يظهر لك لاعب عادي في الشوط الاول. ترجع كرة للفريق المصري، تكتيكيا فنيا الفريق المصري افضل، نفسيا طبيعي جدا لانه مباراه تهمه برشا، ولكن هذا ليس مبرر، الفريق التونسي كان واعد جمهوره ممكن باداء افضل الليله، لكن واضح الصعوبات الكبيره. ينادي على فخر الدين بن يوسف، كرة ممتازة للفريق التونسي، باية من علي معلول، قطع الكرة وهي في اتجاه لغالي، لكن تبقى الكرة بحيازة مصرية عن طريق المحمدي، فريق المصري متفوق في البوسيشن في امتلاك الكرة، يصنع اللعب ما غير ضغط من الفريق التونسي، يلعب مرتاح الفريق المصري وبامتياز الفريق المصري، كرة عن طريق وسط الميدان، تمشي كرة على اليسار، كرة على اليسار، التوزيعة وخطيرة جدا، وترجع كرة، ترجع كرة للفريق التونسي، كرة كانت خطيرة جدا في وسط منطقة الجزاء، شيخاوي غير موجود بالمرة في الشوط الأول، شيخاوي غير موجود بالمرة في الشوط الأول، ومدرب عنده شخصية يلزم يغير وقت لاعب مش موجود، ما نلعبوش 10 نحن وما نلعبوش 9، عندنا الحق قانونيا راهو فما 3 شونجمونات تغييرات. ترجع الكرة لياسين الشيخاوي، ياسين الشيخاوي يطلع بالكرة علي معلول، يمشي علي معلول، يلعب كرة علي معلول والكرة من الدفاع. فريق التونسي بهذه الطريقة يلعب أيام ثم شهور ثم سنوات ما يجيبش هدف. ترجع الكرة للفريق المصري. لازم نلعبوا على الكرات. هذه كرة من الشيخاوي، شيخاوي عدي كرة ممتازة خطيرة معلول، معلول لو يعدي فيها شانس، معلول عرضية خطيرة والدفاع يخلص الفريق المصري. ترجع كرة عن طريق حسين الراقد في التغطية، الراقد رد بالك يا فرجاني، فرجاني الساسي، يمشي فرجاني، فرجاني كرة للروج، يمشي الروج يحط كرة فخر الدين خطيرة جدا والدفاع، واقف مليح الدفاع المحمدي، ولكن يغلط الفريق المصري، الكرة تبقى في مناطق الفريق المصري، في خطأ موجود للمنتخب المصري المحمدي. 43 دقيقة لعب في الشوط الأول، هو النتيجة 1-0، تغييرات منتظرة جدا في الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني، الفريق الوطني في تغييرات جورج لكانس اليوم الليلة يظهر لي خسر من الإكيليبر نتاعه، من التوازن نتاعه في منطقة النصف، لأنه لما كنا نلعبوا بالناتر بيفو الثاني مع الراقد وكنا نتحكموا في وسط الميدان اكثر من اليوم اللي الفريق المصري مسيطر على وسط الميدان، هنا خطا على علي جبر ممكن تستوجب ورقه صفراء، تتوتر شويه الاجواء ولكن سباس تتعدى، خطا لياسين الشيخاوي وفي انذار لعلي جبر. المنتخب المصري عنده 3 ملاعبيه تحت طائله الخوف من الورقه الصفراء الثانيه، والانذارات في محلها ومستحقة، ورقة صفراء للمدافع الأوسط علي جابر لاعب نادي الزمالك، فريق اللي لعب في الشامبيونز ليج العام الماضي وقتها فاز بدور المجموعة في بطولة حققها الوفاق الصيفي الفريق الجزائري. إصابة إن شاء الله نتمناوها خفيفة لياسين الشيخاوي، شوف تدخل قوي جدا من المدافع الصلب علي جابر اللي يلعب ثالث ماتش هو الدولي مع المنتخب المصري. 45 دقيقة، الكرة التونسية في أخبارها
هناك المنتخب الأولمبي. على فكرة فما في البلدين منتخب أولمبي واعد جدا. المنتخب المصري بقيادة حسام البدري يفوز في مباراة ودية، فاز على الفريق المغربي 2-1، فاز على الفريق السوداني 5-0. السوداني باش يلعبوا لها في شهر ماي من اجل ريو دي جانيرو الدور الاول، الرود او الطريق الى ريو الى الاولمبيك جيمز. ثم البارح فاز في عمان 1-0 في المقابل الفريق التونسي بقياده نزار خنفير، ايضا نتائج ممتازه. فاز مرتين على قطر في وديتي الدوحه والمنزه، وفاز على الفريق المغربي 4-1 في ماتش ودي في تونس. الفريق المزل التونسي عنده برنامج ممتاز في شهر جانفي باش يلعب دورة شمال افريقيا في الجزائر، وبعدها في اخر الشهر في تونس الحديث عن دورة دولية في تونس باش ينظموها بمشاركة كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مالي، السنغال. حقيقة كانت تسير وبالفعل تتنظم المنتخب بهذا الاولمبي الشاب باش يربح برشا، وهو من المنتخبات اكيد اللي عنده حظوظ باش يوصل لريو دي جانيرو الدورة الاولمبية اللي غايبين عليها من سنة 2004 دورة أثينا، واللي تأهلت فيها تونس 4 مرات، روما 60 ثم 88 في سيول ثم 96 في أتلانتا في أمريكا و2004 في دورة أتين. ترجع كرة على خطة، هنا ورقة صفراء أيضا الفريق التونسي مستحقة، وبالفعل الحكم الإيفواري نومانديز يعطي ورقة صفراء لوهبي الخزري. إنذار كان موجود على وهبي اللاعب على فكره اللي يلعب برشا حماس، اللي غاب على ماتش بوتسوانا بزوز انذارات، وهذا رجع خذا انذار في شوط، يعني 3 انذارات في 5 ماتشات برشا بالنسبه للاعب محترف. لازم يكون اكثر ديسيبليني على المستوى، طبعا على المستوى الاداء والتدخلات، ولازم يقيس قيس قبل وغيس قبل ما تقيس، لا قيس قبل ما تقيس. غصنا في الشوط الاول، دخنا في الشوط الاول، ما لقيناش انفسنا في الشوط الاول. كما قلت في بعض الاوقات الردود اللي كانت فيما سبق انه الفريق يلعب مع منتخبات قويه والترشح والنتيجه هي اليوم، ما تقوليش حكايه بوتسوانا و11 ساعه ودرج. ترجع الكره عن طريق الحارس بلبولي، تمشي كره عن طريق بلبولي. الشوط الاول سينتهي بنسبه كبيره 1-0، الا اذا وهبي الخزري يهرب، وهبي الخزري كره خطيره والتسديده بعيده من وهبي. وبالفعل الشوط الاول مثل ما سبق في طريقه للوصول بالطائره المصريه بهدف للصفر. الطياره المصريه توا في مطار القاهره الدولي، تشوف تاخذ اذن بالطيران نحو ملبو او لا. حاليا الطيارة موجودة ولكن هل تحلق أم لا؟ الشوط الأول انتهى فنيا، متواضع طبيعي جدا. قيمة الرهان وخاصة الفريق المصري اللي يتقدم 1-0 كان أفضل نسبيا للمنتخب التونسي. هدف محمد صلاح في دقيقة 14، مصر على بعد هدف من التأهل، وتونس مطالبة بتعديل الأوتار لتفادي خسارة الأولى في التصفيات. الآن نعود لاستوديو التحليلي في الدوحة مع الزميل أيمن جادة. أيمن تفضل. شكرا للزميلين. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. اذا منتخب مصر تقدم في الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء، وبات على بعد هدف واحد من الوصول لهدف. وكابتن سيد، شوط مقبول جدا بالنسبه للمنتخب المصري، يسجل خارج قواعده في تونس في المونستير ويتقدم بهدف يضع على بعد هدف واحد من التاهل. شفت بالنسبه لنا جيد جدا للمنتخب المصري، في انتشار جيد، معظم اللعيبه موجوده، اداء تكتيكي عالي جدا، فرص قليله للمنتخب تونس، يمكن يعني فرصه او فرصتين خلال المباراه كلها. خلال الشوط الاول المنتخب المصري في ترابط كبير بين الخطوط، اللعيبه كلها قريبه من بعض، شايفين النهارده في جبهات، شايفين محمد صلاح من اول دقيقه في المباراه وهو واضح ان هو النهارده مركز او فعلا عامل خطوره، من يمكن الفرصه اللي ضيعها قبل ما يجيب الهدف. نعم. كانت هتبقى مؤثره جدا. يمكن قلنا ان احنا محتاجين هدف في الشوط الاول عشان اللعيبه تبدا تلعب بثقه، وده اللي حصل. من بعد الهدف منتخب مصر شكله تغير تماما، بيلعب بثقه، كل اللعيبه بتلعب وهي عندها الروح، في اداء جيد جدا، انتشار جيد. نعم. تمركز بشكل جيد، تقفيل المساحات. يمكن الدقيقه دي انا طلبتها يمكن من بدايتها الهجمه، واضح ان انتشار جيد جدا، محمد صلاح بيتحرك في ظهر علي معلول طوال الشوط الاول،
والهجمة بتكمل في عدد كبير من لعيبة منتخب مصر موجودين، النني بزايد لقدام، خالد قمر موجود، صبر الرحيل موجود، المحمدي، حتى الكرة ما بترجع من الدفاع التونسي بترجع للعيب من منتخب مصر. وده اللي فارق النهاردة، ان في انتشار كبير جدا، في عدد كبير من اللعيبة متمركز، في عدد من اللعيبة قريب من بعض، وفي جبهات موجودة النهاردة. منتخب مصر النهاردة شكل مغاير تماما للمباريات السابقة. يمكن الدقيقة دي لخصت أداء المنتخب المصري خلال الشوط ده، انتشار جيد جدا، تمركز معظم اللعيبة، في روح، في أداء، مساحات قريبة من بعض. النهاردة منتخب مصر يعني هو ده المفروض الشكل الطبيعي اللي بيلعب بيه ويؤدي بيه، ونتمنى الشوط الثاني ان هو يستمر على نفس الأداء. وطبعا الهدف يعني احنا مش عايزين، اهم حاجه الشوط الثاني المنتخب المصري يلعب بنفس الهدوء اللي بيلعب بيه، يعني مش هيبقى فيه استعجال، لان طبعا انت مطالب بهدف ثاني وهدف نعم. مهم جدا، فنتمنى ما يبقاش فيه استعجال ويبقى نفس الاداء الشوط الثاني نعم. لكن في بعض الاندفاع البدني ادى الى 4 انذارات في الشوط الاول، نتمنى ان يقل ذلك. كابتن نبيل، سيد معوض سعيد باداء مصر ونتيجه مصر، انت ما رايك بتونس؟ والله الكلام اللي قاله الكابتن كله صح، لكن اللي عان المنتخب المصري على الانتشار الجيد وعلى الاستحواذ على الكرة وعلى الفرص اللي سنحته هو أداء المنتخب التونسي، وخاصة انتشار المنتخب التونسي إلى حد الآن. يعني ما فهمت، الانتشار كان خاطئ جدا بالنسبة للاعبين. الفريق يلعب تقريبا 4-3-1-2 في البداية، الأطراف كلها مفتوحة. طبعا شفنا احمد المحمد يطلع كما يحب هو من الجهه اليمنى، صبري رحيل يطلع كما يحب هو من الجهه اليسرى. المفروض يعني تستوي الامور بالنسبه للمنتخب التونسي ويرجع ل 4-2-3-1 اللي تعود يلعب فيها، يعني اثنين لاعبين ارتكاز حسين الراقد وفرجاني ساسي، امامهم طبعا يكون موجود ياسين الشيخاوي من جهه الخزري ومن جهه فخر الدين بن يوسف، وكذا تكون هناك محاصره على اللاعبين. والشيء اللي خلى المنتخب المصري ممكن نقول اليوم هو سيطر على خط وسط الميدان، الفورمه اللي عليها ثلاثه لاعبين خط وسط الميدان، وخاصه حسام غالي، حسام الغالي اللي هو همس. طبعا احمد فتحي قاعد يقوم بدور مهم جدا وكبير جدا امام المدافعين في طبعا توازن خط وسط الميدان، لكن اللاعب اللي قاعد يوصل الكره من الخط الخلفي الى الخط الامامي في توقيت مناسب، في تايمينج مناسب، وفي سرعه مناسبه، وخاصه يبحث على السرعه يعني في العمق، يعني اللاعبين المصريين قاعدين يتحركوا، خاصة ثلاثة اللاعبين اللي موجودين في الخط الأمامي سواء محمد صلاح ولا خالد قمر ولا وليد سليمان، قاعدين يتحركوا باستمرار في ظهر المدافعين، في ظهر المثلوثي، وأيضا في ظهر علي معلول. هذا شيء جدا، لكن المحاصرة الضغط على حامل الكرة في خط وسط الميدان مفقودة، لأنه في بعض من الأحيان نلقاو كل من حسين الراقد وفرجاني ساسي منعزلين. طبعا من عصام قال كلمة مهمة جدا، الخطوط المنتخب التونسي مفكة جدا، يعني بعاد على بعض، الخط الخلفي وخط وسط الميدان بعيدين جدا على اللاعبين الموجودين في خط الأمامي. ياسين الشيخاوي يكاد يكون غير موجود في هذا الشوط الأول، لا في النزعة الهجومية ولا في النزعة الدفاعية. نعم كابتن محمد سهيل، أنت يعني من رؤية بعيد عن التعاطف او الحماس، رؤيه موضوعيه فنيه، كيف وجدت الشوط الاول بين الفريقين؟ وجدت انه المنتخبين معا، وانا تابعت مسيرتهم كما تابع غيري، ارى انه المنتخب المصري استعاد ذاكرته. نعم. لان كان يعني اخ سيد معوض يتكلم عن الروح، اخي معلول كان يتكلم عن الشخصيه التي غابت عن الفريق في المباريات السابقه، راينا الفريق يستعيد هذه الذاكره، ذاكرة الجميع يعرف قيمة بين الفريق الكرة. التونسي يلعب باسترخاء بعكس لأنه لا يجد الحافز لديه. إذا في الجهة الأخرى المنتخب التونسي يفقد ذاكرته، ما ميزه خلال التصفيات وهذه الروح على المستوى الدفاعي. نعم. وهذه الكاريزما. نعم. الخاصة التي تميزه. نعم. رأينا العكس. نعم. رأينا فريق يعني أرى فريق يلعب وفريق. نعم. نائم. ربما قضية الحافز أيضا تكون مهمة. صحيح. بالنسبة للاعبين ذهنيا يصعب للمدرب أن يغير تفكير اللاعبين أو فريق ضمن الصعود. نعم. على كل حال يعني هذه بعض الفرص، وعصام الحضري ما شاء الله 41 سنة و10 أشهر من العمر تقريبا، وما زال قادرا على الحفاظ على نظافة شباكه والحفاظ على لقبه السد العالي في دفاع عن شباك المصرية. لو نظرنا إلى ترتيب هذه المجموعة، الترتيب طبعا المؤقت بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم مصر في ملعب المونستير بهدف مقابل لا شيء، وتقدم السنغال بهدفين مقابل لا شيء في دكار، السنغال في المركز الأول ب 13 نقطة، تونس في المركز الثاني ب 11 نقطة، مصر في المركز الثالث ب 9 نقاط، وبوتسوانا تبقى آخرة دائما بنقطة واحدة. طبعا المجموعة الرابعة أيضا التي تدور مبارياتها آنيا، يعني الكاميرون أو التي تنافس هذه المجموعة، الكاميرون في الصدارة ب 14 نقطة، كوت ديفوار في المركز الثاني ب 10 نقاط، جمهورية الكونغو الديمقراطية ب 9 نقاط، وسيراليون
بنقطة واحدة. طبعا هذه المجموعة هي ثالثها ينافس مصر، لذلك ترتيب المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، توالف المجموعات السبع حاليا، الكونغو الديمقراطية المجموعة الرابعة 9 نقاط فارق أهداف زائد واحد، مصر في المجموعة السابعة 9 نقاط أيضا فارق أهداف زائد واحد. ما يميز الكونغو الديمقراطية على مصر حاليا أنها سجلت 10 مقابل 9، مصر سجلت 5 مقابل 4، يعني عدد الأهداف عند الكونغو الديمقراطية أكثر، لذلك مصر بحاجة لأن تضع الفارق هدفين من الأهداف. بقية الفرق نيجيريا، أوغندا، ملاوي، أنغولا، الموزمبيق خارج المنافسة، خرجت نهائيا، وبقيت البطاقة الأخيرة معلقة بين الكونغو الديمقراطية التي هزمت سيراليون ب3-1 ومصر المتقدمة على تونس بهدف قبل لا شيء وتحتاج لهدف آخر. نذهب إلى فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في الشوط الثاني. كابتن سيد معوض، ماذا تتوقع وماذا تنتظر من مصر ومن شوقي غريب؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أن احنا نجيب جون تاني ونحافظ على نفس السيستم اللي لعبنا بيه الشوط الأولاني، وعلى نفس الانتشار وعلى نفس الثقة اللي بيلعب بيها اللعيبة الشوط الأول، وإن شاء الله إذا الأمور مشيت على كده يعني ممكن نجيب هدف تاني ونجيب هدف ثالث، لأن منتخب مصر لا خليك على الثاني الآن حرام عليك طبعاً الجنة منتخب مصر قول الثاني ونحافظ على شباك نظيفة منطقية أكثر. لا حالة منتخب مصر النهاردة الشوط الأولاني يعني حالة منتخب مصر النهارده بتسمح يعني غير الكلام اللي احنا شفناه الفترات اللي فاتت تماما، يعني حاجه مختلفه. الشوط الاولاني شوط انا بالنسبه لي احسن شوط قدمه منتخب مصر مع كابتن شوقي. كابتن المنتخب التونسي هو اللي ساعد. في حاجه اخرى ابو خالد مهمه جدا، المنتخب التونسي ضيع لعبه، ضيع تنشيطه الهجومي والدفاعي اللي تعود يلعب به مع جورج ليكانس. خلينا نكونوا صريحين، المنتخب التونسي تعود انه اول ما يخسر الكره يرجع الى مناطق الخلفيه ثم يلعب بالكونتر اتاك. جل اهدافه اللي سجلهم كانت بالكونتر اتاك. حتى لما لعب ضد المنتخب السنغالي في تونس لعب بنفس الطريقه، ضد السنغال في السنغال لعب بنفس الطريقه، ضد بوتسوانا شفناه مباراه ما نحكيش عليها، ضد مصر في مصر نفس الشيء. اليوم ضيع، طلع الى الامام شويه. هل ممكن طمع انه مصر فزنا عليها في القاهره وبالتالي في ارضها ممكن نلعب اريحيه؟ ممكن بعض اللاعبين يتخيلوا ذلك، لكن انا دائما اقول مباريات ضد مصر اسهل تكون في مصر واصعب تكون في تونس. وهذا شيء شاهدنا اليوم، لازم تعديل بعض الاوتار، تعديل بعض الامور، تعديل بعض مراكز اللاعبين في هذا الشوط الثاني باش ترجع الامور الى نصابها. كابتن محمد ماذا تنتظر في الشوط الثاني؟ والله انا لتكمله لكلام اخي معلول انه ربما الفرص على مرمى تونس في شوط واحد ربما تجمع محصول كل المباريات لا تجد الفرص التي رايناها في الشوط الثاني. بالنسبه لتصور اخواننا في مصر كيف سيتابعون الشوط الثاني، لانه في حاجه الى هدف، يعني مباراة مثيرة جدا. نعم، إذا ننتظر مزيد الإثارة والتشويق في الشوط الثاني. منتخب مصر متقدم بهدف مقابل لا شيء، السنغال تقريبا أنهت المهمة متفوق بهدفين مقابل لا شيء على بوتسوانا. أعود بكم للشوط الثاني من مباراة تونس ومصر بتعليق الزميلين عصام الشوالي وعلي محمد علي، وهناك السنغال مع بوتسوانا بتعليق الزميل عبد القادر الشنوي. متابعة طيبة. شكرا للزميل أيمن جادة. أصدقائي المشاهدين، هذه أولى صور الشوط الثاني من مباراة تونس ومصر هنا في استاد بن جنات بالمنستير. في الشوط الأول انتهى 1-0 للفريق الضيف المنتخب المصري، هدف محمد صلاح وهدفه رقم 20 مع المنتخب المصري لكرة القدم. مصر هي صاحبة الرقم القياسي في عدد المشاركات في أمم أفريقيا ب 22 حضور، بينما المنتخب التونسي تأهل هذا العام للمرة 17 في تاريخه. أول مرة المنتخب التونسي بلغ النهائيات كان عام 62 في أثيوبيا بالمركز الثالث على أوغندا 3-0، ونظم البطولة 3 مرات، 65 بلقب الوصيف بعد غانا، و94 بلقب الخيبة في الدور الأول ضد مالي، و2004 باللقب الذهبي الأغلى لقب الكان على المنتخب المغربي، وهدف تاريخي لزياد الجزيري.
الشوط الثاني التشكيله المصريه من غير تغيير، يعني الحضري على اليمين، المحمدي على اليسار، صبري رحيل، نجيب وجبر، النني وفتحي وحسام غالي، وليد سليمان، محمد صلاح، وخالد قمر كراس حربه. المنتخب التونسي جورج كانس يقوم بالتغيير الاول، يخرج حسين الراقد ويدخل رقم 14 حسين ناتر، اللاعب المحترف في سنغال السويسري فيما سبق، ولاعب المتصدر للدوري التونسي حاليا النادي الافريقي. فريق التونسي اذا تشكيلته بعد هذا التغيير: بلبولي، مثلوثي، معلول، سيام، عبد النور، الخزري، ناطر، فرجاني، شيخاوي، فخر الدين، وحمزه يونس. اول هدف يقبله بلبولي في التصفيات الافريقيه، باعتبار حتى الهدف نتاع بوتسوانا في مرمى تونس في المستير في الجوله الاولى كان وقت الحارس فاروق بن مصطفى. يبدا الشوط الثاني، شوط مهم ومهم جدا لمتتبع كره القدم ولاكثر من 90 مليون مصري يتابعون الشوط الثاني على امل الانتصار بفارق هدفين للتاهل للنهائيات للمره 23 في تاريخه، ويتابعها اكثر من 10 مليون تونسي ايضا بامال ان الفريق التونسي يضرب مستوى طيب في الشوط الثاني ويقدم احد افضل اشواطه في الفترة الأخيرة تحت عهدة البلجيكي جورج ليكنس. كرة ستعود من التسلل، المنتخب التونسي اللي خسر مرة واحدة تحت إمرة البلجيكي كان في ماتش ودي ضد بلجيكا، وهدف في الدقيقة الأخيرة 90 من مارتنز. عدا ذلك فاز منتخبنا في سيول، فاز في القاهرة، تعادل في غابورون، تعادل في داكار، وفاز على بوتسوانا والسنغال في المونستير. يعني النتائج كنتائج ممتازة وجيدة مع الكوتش البلجيكي مسيو جورج. الآن يبدأ الشوط الثاني، من سيكون مسيو الشوط الثاني؟ هذا هو البلجيكي جورج ليكنس، 65 سنة، أول بلجيكي في التاريخ يدرب المنتخب الوطني التونسي. الشوط الثاني، لحد الآن الكونغو الديمقراطية هي المتأهلة كأفضل مركز ثالث باعتبار الفريق المصري سجل 5 وقبل 4 بلاس 1، الفريق الكونغولي سجل 10 وقبل 9 بلاس 1 ايضا، ولكن الفريق الكونغولي لانه سجل اهداف اكثر 10 مقابل 5 لمصر هو المتأهل كأفضل ثالث الآن الفريق الكونغولي. ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة لحسام غالي. حسام غالي، هل يكون المنتخب المصري الثالث العرب في الكان؟ هل يدخل الكان ومن بعيد؟ بعيد جدا، فماش تسلل، محمد صلاح يلعب على التسلل، المنتخب التونسي زميلو دبالو، كرة ترجع طريق عبد النور، اي رياكشن، رد فعل في الشوط الثاني، تمشي كرة عن طريق الفرجاني في وسط الميدان، تتأهل كرة مصرية وسط ميدان سيطر عليه الفريق المصري في الشوط الأول، ومن هناك كانت الفكرة بدخول اللاعب ناطر بديل الراقد. الشوط الأول كان متكافئ على مستوى امتلاك الكرة 50-50، والركنيات كانوا 3 لمصر واحدة لتونس. الكرة ترجع للفريق المصري من تماس. الفريق المصري نقطة نظام، مطالب بالهدف الثاني للوصول لمالابو وباتا. الفريق التونسي مطالب بأداء أفضل وتعادل باش يتفادى الخسارة الأولى هذا العام الإفريقي. ترجع الكرة للفريق التونسي، علي معلول يهرب، علي معلول، علي معلول، علي معلول، يدخل كرة وبعيدة، بعيدة الكرة على وهبي الخزري وحمزة يونس. الكرة ترجع للفريق المصري عن طريق عصام الحضري. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، مباراة أعصاب بالنسبة للمصريين. أرجع للخطأ، استعمال مرفق ممكن يكلف ورقة، ورقة صفراء، ورقة صفراء مرت سليمة بالنسبة لخالد قمر مع احتجاج ممكن من معلول يحب ورقة حمراء، ولكن شوفوا الصورة في الإعادة، ورقة صفراء 5 في المباراة الرابعة الفريق المصري، وهذا يبرر أن الفريق المصري طبعا على أعصابه لأنه مباراة بالنسبة لي حياة أو موت. هنا الكرة وهنا التوزيعة وهنا الكرة الأخيرة في خطأ للمنتخب التونسي من أيمن عبد النور. عبد النور ناطر، ثامن مباراة دولية ليه اليوم مع تونس. ترجع الكرة منتخب التونسي اللي لقى صعوبات خاصة في صناعة اللعب في الشوط الأول. منتخب التونسي أيضا يحتاج إلى مهاجم لأنه سجلنا كان 4 أهداف في 5 مباريات وشوط، ويظل بأربع أهداف فقط منهم 2 في بوتسوانا، صعب جدا أنك تمشي بعيد في الكان، لذلك لازم نفكروا في برشا حلول. فما الآن الكلام عن يوهان توسغار اللاعب التونسي اللي خذا الجنسية باعتباره من اب مغربي وام تونسيه، خذا الباسبور وممكن سيكون على قائمه ليكانس في المباراه القادمه.
يمشي بالكرة فرجاني، فرجاني علي معلول، علي معلول يسدد كرة والدفاع، ترجع الكرة مرة أخرى للفريق التونسي. الشيخاوي ياسين الشيخاوي في صافرة من الحكم، برشة تأخير، يرجع لخطأ للنني، فاول النني. قلت المنتخب التونسي يلزم يلقى حلول، إدارته الفنية يلزم تكلم، برشة ملاعبية عنا برشة ملاعبية يلعبوا في الأندية الأوروبية، نشوفوا حقيقة مستوياتهم، هل ممكن الاستفادة منهم أو لا؟ ثم عنا طبعا الاستفادة من توسجار خلاص، وإمكانية إنهاء الملف العائق والشاك متاع حمدي الحرباوي، لأن المنتخب التونسي بهذا الهجوم راه ما عنده أنيوس. نهار تلقى ثغرة، نهار الثاني تمشي معاك، نهار الثالث دعوات الولية والصالحين، نهار الرابع كرة تحبك، خمسة يغلطوا معك حكام، السادس عاد توقف الزنقة، عاد الهارب، وقت عاد نعانيه من نفس المصير. أربعة أهداف في خمسة مباريات وشاوت شوية يعني سجلتهم الكاميرون في الكوت ديفوار. على فكرة الفريق الكاميروني يبهر بعد نسخة كأس العالم، بعد ما خرج عليه سامواليتو، بعد خروج سامواليتو فريق الكاميروني تفرهد، أموره ماشية، فاز ذهابا وإيابا على الكونغو الديمقراطية، وفاز ذهابا بالأربعة وتعادل اليوم في أبيدجان، وأنا التصفيات ما غير خسارة، متصدر المجموعة تقريب هو وجنوب أفريقيا الوحيدين اللي كملوا التصفيات ما غير خسارة، باعتبار الفريق الجزائري اليوم بعد خمسة انتصارات ريكور خسر الماتش اليوم في باماكو ضد مالي بثنائية نظيفة. عصام الحضري لاباس، ست دقائق لعب في الشوط الثاني. شوقي غريب يستغل الفرصة للتوجيهات لحسام غالي، الجمهور التونسي ما على بالوش، ولكن في باله أنه الأداء اليوم أيضا ما كانش في التوب. ممكن أحسن مباراة لتونس تبقى مباراة القاهرة اللي فزنا فيها بهدف الروج في الكلية الحربية في نفس التوقيت، دقيقة 14، مصر تتقدم بهدف عن طريق صلاح. سنغال بوتسوانا 2-0 في بداية الشوط الثاني، كرة ما زالت في الميدان، ترجع الكرة في النصف عن طريق شيخاوي، شيخاوي زم يشد الكرة أكثر، ناتر ممكن يعطي ليكيليبر في وسط ميدان مفقود، وسط ميدان غير موجود، تمشي كرة معلول عن طريق ناتر، يمشي حسين ناتر ممتاز لاعب النادي الإفريقي السي آ، يرجع بالكرة ممتاز عن طريق الفرجاني، فرجاني يلعب الكرة على اليمين، تمشي الكرة عن طريق حمزة مثلوثي كرة مرفوعة كروس خطيرة جدا، الدور يحب يشوط شيخاوي، ولكن الدفاع المصري متفطن بامتياز. ملا غلطة وناتر خارج كرة، وابي الخزري وفرصة كبيرة، وهدف التعادل، هدف التعادل شيخة ياسين الشيخاوي، 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. ملا غلطة غلطة كبيرة برشا، غلطة قاتلة من أهدى التعادل لتونس، وبعد ممكن برشا التأهل للفريق المصري. هدف التعادل النصور في 5 أهداف بالتصفيات في الحفاظ على سجل الكلين شيت هو متاع الأهداف، أما نستعيره لمتاع الهزايم. هايك بس روحك أنت وبقية الرفاق وبقية الرفقاء، هنا الكرة ملا غلطة من الدفاع، ملا هدية من الدفاع، وابي يتباطى فيها، شيخاوي جات قدامه يحطها في الشبكة. ياسين الشيخاوي شيخنا يا شيخاوي كما كانت الأيام. هدف التعادل، 5 أهداف للمنتخب التونسي بقيادة الشيخاوي، هذا 5 أهدافه في المنتخب التونسي والثاني أهدافه في هذه التصفيات، تقريب هو أهداف التصفيات متاعنا السنة. شيخاوي الكابتن يتعادل، إن شاء الله هذه تعطيه روح باش يعمل رياكسيون، هو شفتوا الجرينتا بتاع هدف التعادل، يعني يحب يقول راني موجود، صحيح راه ما تقسوش عليا، راني تعب شوية مانيش جاهز، مانيش في التوب فورما تحضر وتغيب، لكن راني ياسين الشيخاوي. أوكي ياسين، الميساج وصل، وأنت عملت رسالة، فرحة الجمهور التونسي بالتعادل، يلا رياكسيون الآن، رد بالك بالبولي، ترجع الكرة منتخب التونسي، 8-9 دقائق لعب في الشوط الثاني، هدف لهدف، التقدم مصري، ممكن أتساءل الآن، هل أضاعت مصر التأهل في الشوط الاول اللي منتخبنا ما كانش موجود بالمره، هل ضيع الفراعنه التاهل لمالابو وباتا في الشوط الاول في استاد بن جنات، الملعب الفتيش يعني الملعب البركات للكره التونسيه اللي ما خسرناش فيه ولا ماتش. ترجع الكره التونسيه، منتخب التونسي نفسيا مش يتاثر، الفريق المصري يمشي كره للفريق التونسي، رياكسيون باهيه، ناطر دخوله يغير كثير من الاجواء، يعطي برشا كيليبر توازن في وسط الميدان، والكره تمشي مصريه عن
طريق اليمين محمدي الضغط التونسي البريسينج اللي كنا محرومين منه واللي ما عملناهش في الشوط الاول الان نقوم به في الشوط الثاني. تمشي كره المنتخب المصري وضعيه نفسيه صعبه جدا على الفراعنه. ترجع كره بالراس كره ثانيه اخذها وسط ميدان شيخاوي بدا يتحرك تكلم يا شيخاوي ناطر يا ولد يا ناطر يمشي ناطر ينطر الكره على اليمين جات الكره المنتخب الوطني التونسي. تمشي كره منتخب التونسي والتماس للفريق الوطني هدف لهدف خطا كبير في الدفاع المصري. هديه للامانه المال اللعبه كانت ماشيه مصر عندها شانس كبيره ولكن هذه الغلطه فلق. ترجع كره بالراس منتخب التونسي ممكن يسجل الان وهبي على طريقه بوردو يضرب الكره فرجاني رياكسيون باهي برشا من الاولاد شيخاوي كنترول والهدف الثاني مش ممكن كيف ضاعت الكره للانتصار ايتها النسور حلقي من جديد. ترجع الكره المنتخب الوطني عن طريق سيام بن يوسف رياكسيون العب كره متاهل العب كره واحترم الجمهور اللي جاء 19 درجة توا في المستير دنيا باردة شوية بدا الشتاء على الأقل دفيهم بانتصار وخاصة بالأداء ما يهمنيش النتيجة المهم الأداء اليوم. العرضية ممتازة والدفاع بامتياز والرياكسيون كبيرة من المنتخب الوطني التونسي. يا سيام بن يوسف ممتازة وفي خطة للمنتخب التونسي هدف لهدف. طبعا 35 دقيقة الفريق المصري مطالب زوز أهداف فريق التونسي فرصته أكبر. حمزة يمشي يونس يوصل ملا ناطر شيخاوي في وسط الميدان شيخاوي يعطي كورة مسها الكورة عن طريق اللاعب روج شيخاوي ملا بريسينج ملا شخصية يمشي كورة والتسديد نتاع وهبي الخزري. هيجوا الأولاد ترجع الكورة فرجاني يلعب الكرة منتخب التونسي عن طريق معلول مصر ممكن ضيعت الكاليفيكاسيون تاعها في الشوط الأول. يمشي الكرة مرة أخرى عن طريق التوزيع لماذا لم تسدد يا الروج والكرة ترجع مرة أخرى للفريق المصري. ريتم عالي الشوط الثاني ممتاز كرة عالية يخرج فيها بلبولي للتماس. 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني الشوط أول مصري الشوط الثاني شكله وبدايته تونسية. ممكن بعد نسمع الاستوديو والكابتن ولكن انا دخول ناتر عمل برشا في الوسط ملا ناتر عطالي كليبر واختيره واحدة اثنين صلاح يرجع من جديد والهدف الثاني كم كان قريب يا المصري 2-1 كان تقريبا المصر فرصة كبيرة كرة ممتازة هذه كرة الدراجة في نيجيريا رجعت لسبتمبر 2009 ومن بعد طحنا في موزمبيق الله لا يعاودها كتيحة الموزمبيق كان يطحت من السماء السابعة للأرض السابعة. ترجع الكرة مرة أخرى هي كرة القدم يوما تساوى يوما تسر. شوط كان سيء وشوط ثاني كان ممتاز لحد الآن. ترجع الكرة الفريق المصري شوط ثاني رائع جدا 57 دقيقة الإثارة متواصلة العهدة على الراوي والراوي يحكي من ذكرياتي مصرية ومن حدوتة وحواديت تونسية. يلعب الكرة الفريق المصري الغالي حسام رد بالك يا عبد النور ما فسدهاش امشي يا ناطر يا باترون رجعت ليكيب يا باترون. تمشي الكرة على طريق وهبي عدي هز على اليمين ساتوديلي الله المنتخب ينتفض الكبير ينتفض. ترجع الكرة حمزة يونس 17 نوفمبر عم ناول عام بعام او يوم بيوم ساعة بساعة ذرفنا الدموع لغيابنا عن البرازيل ان شاء الله معوضة بالفريق الاولمبي. هزها على اليمين ندخل بها نسجلها الروج ويزيد الروج باهي شوت هاي يا ودي جرب وانا خلنا نعمل تجربة ما عشت وما عشنا كتوانسة في 17 نوفمبر 2013 يوم السقوط من المونديال هناك في يوندي بالاربعة بعد عام التونسي وقف على ساقيه مرة اخرى وقفنا على ساقينا مرة أخرى مانيش توب لكن أنا ماشيين. تمشي كرة مرة أخرى نيجيريا أوت المغرب لن تشارك باعتبار استبعادها ملف الإيبولا غينيا الإيبولا موجودة تأهلت لكأس أفريقيا. هذا هو الخبر الجديد غينيا الاستوائية المحتضنة ولكن بأي ظروف. ترجع الكرة مرة أخرى احنا كنا سعيدين أن تكون في المغرب أجوانا ومناخنا وجمهورنا وجمهورهم وكانت لعبة أخرى وتيرانات وغازونات والعب ملا النصور الله
يا ولدي يا ولدي، كاد يكون هدف العشرية، كاد يكون أحلى هدف للتوانسة من سنوات. ملا كورة ملا تيك تاك، شوط للنسيان، شوط ثاني للانتفاضة. العب يا أولاد الخضراء، هنا الكورة والخزري، الخزري جاء على اليسار، الخزري جاء على اليسار، الروج يمشي في اليمين. جو ملا كورة ضيعناها، ملا كورة ضيعناها. الآن يزم يربح، يزم يربح، امشي حمزة، امشي حمزة، يا حمزة يا حمزة يا يونس يا يونس يا ولد تونس، اش تعمل يا ابو يونس، اش تعمل؟ هيا جيبوا لي يوهان وخو يوهان. ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي الفريق المصري، فرص كبيرة. منتخب التونسي ربع ساعة، أحسن ربع ساعة في التصفيات. إيه يلعب كورة، يلعب كورة، ناس كل لعبة متفرجوا في إكس وزاد وجريج، ناس كل تكور يلعب عاد أنا مترشحين وشيخين. أرجع بالكورة، يمشي المحمدي، محمدي ربع ساعة في الشوط الثاني، كورة عن طريق غالي، غالي يسدد فتحي وري رعيدة يا أحمد، رعيدة يا أبو حميد. ترجع الكورة للبلبولي، ترجع ترجع كورة، كورة مش كوري، ترجع الكرة مدخل. ها يا حمزة، ها تسمحني يمكن تسمع التسجيل، هذا هذا ينتعم لاعبي خشين ياسر يحطها الشبكة. تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق بلبولي، يمشي بلبولي، وكرة في خطا المنتخب الوطني التونسي. نفسيا طبيعي تمثل الفريق المصري بالطريقة ذيك هدف الحقيقة، اللي غلط الغلطة، اللي غلط الغلطة، لكن اللي غالب كرة قدم، كرة قدم المنتخب المصري. لو يتأهل اليوم سنبارك له، لو يفشل في الثالثة العجاف بعد ثلاثية السمان، الثلاث السمان، شو نقول؟ نقول أنه برشا مشاكل، ما عادش نفس الجو. أنا عشت مع مصر برشا في السنوات كل، ما عادش نفسك الجو، ما عادش نفسك الجروب، فما إمكانيات فنية، فما أجواء مجموعة. ولينا نحكيو على الكورتوزون، ونحكيو على مشاكل بين اللاعبين، ولينا نحكيو على إطار فني نشكو فيه. وبالتالي المنتخب المصري، الجمهور والشعب المصري، نشوفوا نصف ساعة كل شيء ممكن، لكن أنا نحكي في 61، في 61 يلزم يصبر، يلزم يصبر، لأنه ما هذا ما فيهش، ما هوش بوتريكا. أنك جبت بوتريكا وحسني عابد رب وعصام الحضري وأحمد فتحي وعماد متعب في الطوب وميدو، وقتها لميتهم 10 في نفس الجيل، عملت البدايا وسويت الأوائل. الآن كرة تسوى في الأوائل، الأمل المصري يعود، مش ممكن على كرة، كرة مباراة يلغيها، يلغيها بلبولي، يلغيها باستئساد البلبولي. لو جابوا الثاني ممكن، بعده الثالث ممكن، ممكن ما زالت الاجوال. قلت لك اللي يمشي سجله جبر، ايش تعمل يا علي، ايش تعمل يا ابو علي. ترجع كره الفريق المصري، الشوط الثاني ممتاز، الشوط الثاني ممتاز. فما اصابه، فما اصابه للمدافع التونسي، نعم اصابه للمدافع التونسي، لباس حمزه المثلوثي، وروح رياضيه من الفريق المصري. فريق المصري 22 مشاركه، 7 كؤوس تقريبا، 13 14 مره على البوديوم. فما اصابه شويه قويه، ان شاء الله لاباس حمزه. الشوط الثاني ممتاز جدا، منتخب التونسي خذا وسط الميدان بدخول ناتر، تغيير في وقته، تغيير غير شكل الفريق للامانه. والملاعبيه انا من لقيتهم في الوسط فك الحلقه ويكلم فيهم بلبولي، بلبولي يعني بالتونسي بالدارجه باللهجه، قالوا ما تفزدوهاش عاد الاولاد، اخر ماتش ما نفزدوهاش، على الاقل اذا ما ربحناش ما نخسروش المباراة في الميدان. صلاح أعطى بصيص من الأمل للفرعون المصري، جاتهم كرة الثاني، أمانة كانوا أفضل من تونس بكثير في الشوط الأول، ولذلك أنا تسألت هل أهدرت مصر الترشح في الشوط الأول أم أن المباراة ما زالت في الميدان؟ هي حتما ما زالت في الميدان. فريق التونسي ضيع فرصتين بتاع الأفونتاج. يخرج حسام غالي، يخرج حسام غالي في تشكيلة المنتخب المصري، ويدخل أظن عمرو السولية، عمرو السولية يظهر لي، لأنه رقم 5 في ماتش السنغال، أو اللاعب زكريا، حسوني ممان زكريا
كانه لاعب من بوركينا فاسو، هذه لاعب مصري مامن زكريا، ممكن انا نقول ممكن مامن زكريا. هيا يلا 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 63 دقيقة 31 ثانية، المباراة تمشي، المباراة تمشي وتمشي وتجي. مشيت في اتجاه الفريق المصري، ولكن كان الفريق المصري ما حبش يربح، الآن تجي للفريق التونسي وإن شاء الله باش يربح. ترجع الكرة مالا روح للشيخاوي يا معلم يا معلم يا شيخاوي، هاو ياسين هاو ياسين نحبوه ياسين الشيخاوي، ما تشدش كرة، يمشي بالكرة مرة أخرى للفريق التونسي. فما خطأ، فما خطأ، تدخلات قوية الآن داخل في الكرة، لعبة عادية مالا باش يخليك تسجل. صحيح برشا حماس لكن مفهوم جدا، الفريق المصري يلعب على تأهل. يخرج التسعة يدخل 15، التسعة هو وليد سليمان، وليد سليمان برا أوت من تشكيلة غريب. منتخب المصري افتقد في المشوار الأخير للتصفيات عمرو جمال، عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، غيابه أثر كثير. شوف أحمد بخيت يعني لاعبين جدد أمانة، حتى الجمهور المصري ممكن بعضه اللي مش متابع بكل قدم برشا برشا ما يعرفهمش، لاعبين جدد جيل آخر يلزم الصبر عليه. ترجع الكرة ل 20 دقيقة لعب شوط ثاني. هو المشكل عدم التأهل ليس في عدم الوصول في حد ذاته، لكن التصنيف نتاع قرعة كأس العالم هذا بالحق اللي أكثر شيء ممكن مقلق المساروة. تمشي كرة عن طريق معلول والكرة خطيرة، والدفاع قدام الفرجاني. تمشي كرة 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، كرة عن طريق عبد النور، عبد النور وعلي جبر في المتابعة، والكرة للحضري. تمشي كرة المنتخب المصري، يفقد كرة الفريق المصري تقريب وقف شوية خاصة نفسيا، وكرة الفريق التونسي هذه فرصتنا. يمشي الكرة الروج، الروج يحط كرة والدفاع يتصدى، يتصدى الدفاع. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق المحمدي، المحمدي في وسط الميدان. الله شوف الآن التوازن بتاع الوسط، الشيء اللي كان مش موجود في الشوط الأول. أوه المراوغة ممتازة في خطأ، وعطيه صفرة، عطيه ورقة صفرة، ورقة صفرة لسيام بن يوسف، ورقة صفرة لسيام بن يوسف. الآن الحقت عليه وعملت الفاول التكتيكي، يعطيك الصحة. هذا مع جنون اللي نعرفوها في الكان، هوب وتروت وتوسترادا جاب الهدف وانت تتفرج. هيا فيق فيق يا سيام فيق، انذار مستحق على سيام بن يوسف، مباراة ست انذارات. هو ممكن اليوم اللي يميز هذه التصفيات في افريقيا هو الاحترام الميثاق الرياضي، كل واحد لعب. تمشي كرة الفريق المصري، كرة طويلة وخطأ، وكرة خرجت للفريق التونسي. 66 دقيقة، واحد تونس واحد مصر. طبعا مع مرور الدقائق الضغط باش يكون أكثر على الفريق المصري، والضغط باش يكون على الفريق المصري في رأي في عدة جوانب، أنه باش يخرجوا من تركيزه وممكن وقتها باش نسجلوا. السيناريو المعاكس، إذا مصر تسجل الآن ستكون دقائق من نار مشتعلة نارية بتطلعات كثير من المتعاطفين مع المنتخب المصري الليلة كطرف عربي. برشا ناس يسأل يقول لك إيه علاش ما تسيبوش الماتش لتونس لمصر ما دام تأهلتوا. كرة قدم هذه فما تاريخ كرة، فما كرامة منتخب، حتى قيمة المنتخب المصري، قيمة هذا العملاق المصري يرفض أن تهدى له المباراة، حب ياخذها بذراعه. تمشي الكرة الفريق المصري وهو قادر على ذلك. يمشي الكرة صلاح، صلاح يعدي، صلاح خطير، صلاح يركن كرة خطيرة، والدفاع يعاني. الفريق المصري يعمل الآن الأمور بروبر أو الكبرياء، الكرامة، يحطها في الميدان، يحط قلبه أو لا قلبه ضعيفة، يحط قلبه في الميدان على الفريق المصري. تمشي كرة على طريق الخزري، شوط ثاني كبير برشا. وهبي وهبي الخزري الشوط الثاني ممتاز جدا. وهبي فماش فاول، يلعب الكرة، فتحي جابها، فتحي جابها، المحمدي يمسها، حذاري كونتر اتاك، الله خذيناها خذيناها. وصل الكرة الشيخاوي، شيخاوي وجبر، شيخاوي باش يعديه، شيخاوي شيخاوي اثنين تعمل يا شيخة. وكرة في ضربة مرمى ركنية، ركنية المنتخب التونسي في منتصف الجولة الثاني. 41 سنة تزوف، 41 عام دينو تزوف، عصام الحضري، دينو الحضري، دينو الحضري أو عصام تزوف، سمي كما أردت، أنا اخترت له هذا اللقب. ترجع الكرة تمشي من ركنية، ركنية في منتصف الشوط الثاني. الفريق التونسي ما سجلش بالرأس توا أكثر من عام ونص، أكثر من 12 مباراة، وقيت وقيت واحد يطلع ويحطها بالرأس، شيخاوي، سيام بن يوسف ولا عبد النور. تمشي كرة والثاني يضربها بالرأس، لكن حتى في الدفاع. ترجع كرة خزري والضغط، والكرة المنتخب التونسي. شوت رائع جدا منتخب التونسي على الأقل في رياكسيون، وشوت
الفريق المصري يحاول الانتصار فيه. تمشي كرة ناتر، ستيفان ناتر، ناتر حسين خازري، خازري الفنان، خازري، خازري بايا، خازري يمشي المعلول، معلول يوصل كرة، كرة وسط فرجاني، فرجاني للقلب عبد النور، عبد النور للكولوار، يمشي فيها حمزة مثلوثي، حمزة يطلع، حمزة، حمزة، حمزة يوزع، خطيرة جدا حمزة الحمزة، وإن شاء الله ربي يجيب الخير. كرة عن طريق وسط الميدان المنتخب التونسي، المثلوثي ضيعها، هو التماس للمنتخب، تماس للفريق التونسي عن طريق حمزة المثلوثي. أقل من 10 مباريات دولية، نادي البنزرتي دائما ولاد وديما جايب الأسماء الكبيرة اللي نفعوا كورتنا على مدى السنوات. تمشي كرة برا شيخاوي، شيخاوي كنترول، شيخاوي ايش يعمل؟ شيخاوي صعيبة برشا في منطقة ضيقة مفهومة جدا، لكن ترجع المنتخب التونسي، احنا سبقنا على الكرة، وكرة فرجاني، فرجاني فماش أوف سايد، حطها، يحط كرة مش ممكن، والهدف الثاني، والله كرة عالية جدا من روش. كرة أخرى، كرة أخرى باهي، كرة أخرى منتخب التونسي في الدقيقة 70، شو التونسي باكتساح، شو التونسي باكتساح. حمزة، حمزة يرجعها الروتري، هذه تحطها بصراحة يا الروج، هذه تحطها الروج، مش الأولى، الأولى باهي مشات، هذه كرة بلاسيه في الشبكة، شاتها بالبونت الفوق. ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب المصري، خذينا وسط الميدان والمدرب يعطيه الصحة في التغيير، وناطر يعطيه دوبل صحة، ملا ناطر، ملا ناطر، ما تناخذوش بالعين، تبارك الله عليه. ترجع الكرة، محمدي 70 دقيقة لعب، 20 دقيقة نهاية المباراة، كرة تمشي، تماس، تماس، قل مردود المنتخب المصري، منتخب المصري نشوف حتى البوزيسيون تاع الكرة صارت المنتخب التونسي أكثر 52-40، فريق المصري ضيع ممكن مباراته في الشوط الأول، الشوط الأول كان متاحهم يعني باثنين، اثنين وثلاثة حتى، منتخبنا ما كانش موجود في الشوط الأول. الشوط الثاني المنتخب خذا لي روبير متاعو، آليات لعبه، ميكانيزم لعبه، تصلحت البلاسمون، التمركز نتاع الملعبية، ناتر أضاف للوسط، الملعبية لعبت قراب لبعضها، الروح كانت موجودة، وبالتالي مع الجمهور الفريق التونسي في أرضه يرفض الهزيمة. تمشي كرة طويلة، فما راي صفار على صلاح، خاصة أنه تاريخيا هذه 10 مباراة رسمية بين تونس ومصر، ولا مرة الفريق المصري فاز في أرض تونس، 5 انتصارات لتونس و4 تعادلات. ترجع الكرة الفريق التونسي عن طريق عبد النور، تعامل يا عبدو، عبد النور يمشي، عبد النور هدف لهدف في 72 دقيقة في زمن المباراة. فريق المصري يحتاج إلى انتصار معنوي أو الانتصار بالأهداف، 3-1 يتأهل، هو حاجته بالتأهل. أول فريق التونسي تعادل، أسوأ وأدنى حد هو عدم الخسارة في التصفيات التاريخية في دوري مجموعة بستة ماتشات، أو الانتصار. هنا خطيرة، أحلى كرة مصرية في الشوط الثاني، أقوى فرصة مصرية في الشوط الثاني، كرة عن طريق خالد قمر، خالد قمر في ليلة القمر هنا في سماء بن جنات، كرة ممتازة وكرة تباح، ما مساش أظن من هذه الزاوية نثبت، ما مساش، لا ممكن لمسها في رأيي، ممكن في ركنية المنتخب المصري. على كل حال 72 دقيقة، تمشي كرة عن طريق بلبولي، بلبولي وتمشي كرة ممتازة، منتخب تونسي تو يمكن وقت شرميتي، وقت شرميتي، حمزة يعطي الصحة، ترجع الكرة عن طريق النني، النني في وسط الميدان، النني والكرة تمشي المنتخب المصري، تمشي الكرة لمؤمن، فما تسلل، فما تسلل، حكم المساعد مراهاش، ما شافهاش، تمشي التوزيع عرضية وركنية، ركنية وتماس، لا كان واضح ممكن التسلل. على كل حال 73 دقيقة، كرة ترجع من أوت، تماس للفريق المصري، كرة تمشي خطأ موجود على ناتر، على حسين، ستيفان ناتر، ثمانية وعشرين دقيقة لعب في الشوط الثاني، النتيجة هدف لهدف. لاحظنا على فكرة قوة الفريق التونسي في الأشواط الثانية، لأنه باستثناء الهدف في القاهرة ضد الفريق المصري في الشوط الأول، كل أهدافنا كانت في الشوط الثاني، ثنائية بوتسوانا، هدف السنغال، وهدف التعادل اليوم أمام الفريق المصري.
تمشي كرة في دقيقة 29 من زمن الشوط الثاني. الربع ساعة الأخير كرة للفريق المصري تمشي على خطيرة في منطقة الجزاء. كرة ترجع بالرأس وفي خطأ في خطأ على اللاعب علي جبر لاعب نادي الزمالك. أنا بصراحة كانت لي قاعدة في البرازيل في المونديال مع بعض الأطراف المصرية الشهيرة مثل كابتن تريكا مثل وائل جمعة وحازم إمام، وكان معنا أيضا أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم. لا داعي في معنا في ذكر الاسم لأنه في نوع ممكن من العتاب، أنه وقت حكينا وعملت له ملاحظة أنه رأوا بداية الموسم الكروي بهذا التأخير في سبتمبر للدوري المصري باش يضر المنتخب المصري، وهذا اللي كان. بينما هنا خطأ من حمزة يونس حتى بالكذب حطها. قلت أنه عملت الملاحظة هذه لأنه الدوري التونسي قلت له بالضبط البطولة في تونس بادية شهر 8 في البدايات في الديبو، بعد شهر مش تلقى نفسك لا أمام السنغال لا أمام تونس على المستوى البدني، وهذا اللي كان. والآن التغيير أمين الشرميتي آخر هدف في 2012، آخر هدف هدفه السادس في المنتخب أمين الشرميتي سجله في 2012 في ماتش ودي في ملعب الشارقة ضد السودان في بدايات 2012. أكثر طوغ بريسك عمين يلا شرميتي هدف. 75 دقيقة كرة المنتخب التونسي نرجع شد الوسط ناطر حسين وكرة طويلة لحمزة يونس. والربع ساعة الأخير والتغيير الثاني المرتقب من الكوت جورج لكنس. 10 مباريات تقريبا خسارة واحدة، طلع مع كوريا في كوريا، مع بلجيكا في بلجيكا، طلع مع السنغال مرتين، مع مصر مرتين. فما على مستوى النتيجة البرمي 10-10 تاخذوا يا جورج، شوية صلحنا في الأداء خاطر نعرفوا كلم جايب في شهر واحد. رانا عارفينهم ومجربينهم وكل كاس افريقيا يا دور اول يا ربع نهائي. وعلى فكره فما ملاحظه للاتحاد التونسي لكره القدم لجنه المسابقات البارحه كالعاده تنرفزت وما بقتش خاطر كل دوره عملوا لنا رزنامه اذا المنتخب التونسي تحمل الدور الاول اوكي هذه قمه الاحتراف، وعملوا لنا رزنامه كي نتيحوا من ربع النهائي 15 فيفري نرجعوا نكوروا. اخي ما فماش امل، فماش حتى بالكذب طموح انك تلعب على الكاس. اخي كي تعمل الرزنامه بالطريقه هذه 15 فيفري يرجع الدوري اللاعب نتاعك، ايش معناها؟ معناها ما عندي ثقه فيك راه باش توصل يوم 18. كذبوا علينا حتى بشويه نصدقوا انفسنا انه ممكن نلعبوا النهائي في غينيا الاستوائيه. هاي تحت برشا منتخبات قوية لعل وعسى تمشي معك الكورة وتزهل أيام، لعل الأيام تزهلك وكيما بكاتك تزهلك، أكيد باش تزهلك وتتشوف تزهلك. تمشي بالكورة مرة أخرى عن طريق المثلوثي، مثلوثي يمشي على الكلوار لمين جيب الثاني من اليمين من اليسار من الوسط من صمبت بورقيبة تجيب الثاني وخلص. كورة ترجع للفريق المصري. 77 دقيقة لعب في زمن المباراة، واحد من هنا واحد من هناك. الشوط الأول مصري بأفضلية، الشوط الثاني تونسي بأفضلية. ترجع كرة رغم الأخطاء يا عصام الحضري وكرة من ناطر ما غير استعمال يديك بعيد على الشيخاوي. ترجع مصرية يلعب الكرة في وسط الميدان فتحي. 77 دقيقة أليس منهم الزعيم مصطفى كامل الذي قال القائل لا يسمع الحياة، وبالتالي 13 دقيقة المصريين ما زالوا يتأملون. تمشي الكرة عن طريق النني يحط الكرة للمنتخب المصري. متعب باش يدخل، شرميتي باش يدخل، من سيسجل الثاني الانتصار أم هو تعادل كأيام زمان؟ ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الضغط. في خطأ على معلول، في خطأ تدخل يا حكم تحب تشوفها حمراء من هنا ومن هنا. ردة فعل الكرة واضحة فيها خطأ للمنتخب المصري. يخرج خالد قمر، يدخل عماد متعب وهو عرف روحه حمزة يونس رغم هو العشرة راهو ال 12 نتاعهم قمر، اما حمزة عجبني يعني قال لك انا باش نخرج. يدخل عماد متعب بديل لي خالد قمر
هو التغيير الصحيح هذاك هو امين الشرميتي بديل حمزه يونس. يا شرميتي امين يا شرميتي يلا امين يلا امين وصلوا له كوره يحطها امين الشرميتي باذن الله. ترجع الكره للفريق المصري. الفريق السنغالي هو في صداره هذه المجموعه السابعه مجموعه الحديديه مجموعه الموت وكره الفريق المصري فرصه كبيره والله فرصه ولا كره ما زالت مصريه. واو الدفاع التونسي يتصدى. شوف الشيخاوي كيف يقاتل. شيخاوي كان ما لم يقاتل من قبل في هذه التصفيات. هداف المنتخب التونسي في التصفيات بزوز اهداف خمسة اهداف تونس بوت بور زوز بوت انكيسي بوت مقبولين اهداف في شباك واحد بالوسط واحد بالبولي. اقوى ثاني دفاع في التصفيات بعد الفريق الكاميروني قبل كان هدف وقبل جنوب افريقيا اللي قبلت ثلاثه. والدقيقه 79 الوقت يتعدى الوقت ماشي دقائق مشات الثواني جات كره تمشي طويله عن طريق عصام الحضري يضرب الكره سيام سيام للمنتخب التونسي. فرجاني فرجاني حط كره الشيخاوي شيخاوي لحمزه نلعبوا برشا هدوء طبعا الضغط على الفريق المصري. يهرب الروج يهرب الروج تصرح الروج مشى الروج جاب الروج ما شاء الله على الروج خطا بورقه يا صاحب الزي الاسود. يا السمراني ورقه صفراء ورقه صفراء ورقه صفراء ورقه صفراء مستحقه على النني. وفاول تكتيكي مطلوب من النني معناها لو كان لو كنت مصري معناها يمشي الروج الباركور والمسافه ذيك الكل ما نعرقلوش صحيت هذا هو المطلوب انني اعمل فاول تكتيكي. ذكرني 2004 وقت شدوا لي شويه في الزملاء حتى الصحافه اضربوا يا بدره اضربوا يا بدره يعني عرقلوا يا بدره وقت ضد السنغال وصود التيرانغا. هل تعاد وهل نستعيد تلك الذاكره لتلك الايام؟ ماي سوفينير مي سوفينير 2004 في رادس. ارجع الكره في الدقيقه 80 تونس 1 مصر 1. هذه كرات وابي الخزري شرميتي قال له باش نحل الترو حطها بيناتنا باش ندفع للوسط الدفاع تمشي كره. الحضري بالخبرات والوهبي بالمهارات الوهبي مع عصام الخزري او الحضري يمشي بالكره وهبي الخزري حطها له. الله ما شاء الله تبارك الله 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 يا ما شاء الله يا تبارك الله. يلا بالتونسي خمسه وخميسه عليك يا الخزري خمسه وخميسه عليك يا الخزري. اخزر وتفرج وصلي على النبي. 2-1 للمنتخب الوطني. الهدف الثاني وهبي الخزري في نفس استاد يوما بوتسوانا ويوم القاهريين. 2-1 هدف جميل من القلب قبلة ومن اضلاع القلب تشجيع ومن الشفاه قبلة على الجبين. الله يا ولدي يا الخزري ما اروعك ما اروعك يا الخزري يا وهبي. الهدف الثاني في شوط ثاني. الشبكة كيف اهتزت الشبكة كيف اهتزت. الهدف الثاني من وهبي الخزري الهدف الثاني من وهبي الخزري هذا اللي نبنيه عليه. الشوط الثاني الشوط الأول أحرقوه نحب الشوط الثاني نبنيه عليه. جورج ليكانس ترجع الكرة مرة أخرى. المنتخب التونسي يرجع في الصدارة يرجع متصدر للمجموعة. هذا ما صارش من عام 2000 راهو فما بوادر فما بوادر هكاية تشجع. أول مرة نترشحوا للنهائيات بدون هزيمة لأنه ما نحسبش 82 ماتشين هما اليورو تور ضد السنغال أو سيراليون في 13. هذه ضرب نار مصر وبوتسوانا اللي عذبتنا 2010 بحتة ذهاب وإياب رايح جاي والمنتخب المصري أنك تفوز ذهابا وإيابا على مصر أنك تتعادل في دكار وتفوز على السنغال في المستير. راه أقوى منتخب في هذه المجموعة هو السنغال رغم حاليا نحن الاولانيين ان شاء الله نكملوا الاولانيين محلاها المرتبه الاولى. عمري ما جيتها في الدراسه على الاقل نجيها بالكوره يا اخي. ارجع بالكوره امشي امشي اعطيني صوره النصور عن طريق الشيخاوي شيخاوي فرجاني حتى الكوب دافريكا لعبوها في المستير. مرحبا مال استاد مال استاد بركاتك بركاتك يا زعيم. تمشي الكوره للمنتخب التونسي مره اخرى مصريه 82 دقيقه. الفريق التونسي يريد الانتصار خطا واضح لمنتخب الفراعنه. الشوط الثاني ومنعرج المباراه الهفوه المصريه بالدفاع والتعادل عن طريق الشيخاوي. ترجع الكره للفريق المصري عن طريق النني. احلى الشوط التونسي في التصفيات احلى الشوط التونسي في التصفيات 83 دقيقه
83 دقيقة تمشي كرة منتخب المصري. التوزيع كرة طويلة، قلت لكم مباراة فيها أهداف من الجانبين. هكذا كان الفريق المصري عنده شانس التعادل. يمشي بالكرة المحمدي، يلعب الكرة خطيرة جدا في منطقة الجزاء، والكرة تتهيا من الدفاع وخطيرة. شوف الروح الانتصارية للأولاد، شوف الروح الانتصارية للأولاد للجمهور المصري. ممكن شوية ردود أفعال نعرف، قلك شوف التوانسة كيفاش لعبوا اليوم في الشوط الثاني، راهو لعبنا الكرة الكرة، هذه هي كرة القدم. احترمنا القميص، احترمنا الشعار، احترمنا النسر والهلال، احترمنا النجمة والهلال، احترمنا ال 11 مليون اللي وراء المنتخب التونسي. فبلاش زعل شقيق المصري، حتى لو كان منتخب آخر كنا سنلعب بنفس الحماس في الشوط الثاني. والآن يصدق كلامي، الفريق المصري أضاع انتصاره في الشوط الأول. الفريق المصري أضاع التأهل في الشوط الأول. بعد الثلاث السمان جاء دور الثلاث العجاف، ولكن إن شاء الله القادم أفضل. نعرف مصر مرت شوية ظروف صعيبة، ولكن الحمد لله القادم أفضل. ما هي إلا كرة، كرة اليوم عندي وغدوة عندك، وفي الأخير المهم أن المباراة كانت في روح رياضية. نشكر المنتخب المصري لأنه على أعصابه ويحب يتأهل ويفوز وصل لربح واحد، والمباريات خدمته الحقيقة. لعبوا رجال، هذا جهدهم. يمشي صلاح حاول يركن الكرة، التغيير اللي تم، سيام بن يوسف يغادر، يدخل بديل عنه اللاعب على الدين يحيى. يمشي كرة للفريق التونسي، وفور ستيفانات الكونتر اتاك. ناطر انطرهم، ناطر تمشي بالكرة على طريق مثلوثي يعطي الكرة، الروس سبقها والكرة ترجع للدفاعات المصرية. الشوط الثاني للأمانة ممتاز جدا، فماش خطأ. الشوط الثاني ممتاز على الدين يحيى، على الدين يحيى بعد تقريب سنتين يرجع للنخبة الوطنية. على الدين يحيى يرجع بعد عامين للمنتخب الوطني. هذا هو على الدين، على الدين يحيى ضرينا فيه يوم ما غاب ماتش الكامرون، ولكن لن نعود لماتش كأس العالم. هذه كفاتت وتعدات، والناس هنا المان شافت هو بطل العالم الكامبيون ديل موندو. ننتظر 2018 بيعمل كبير. ترجع كرة منتخب التونسي، حلوة برشا جيبها، يقتل روحك جيبها، جابها خلاها في الميدان، ولكن خرجت الكرة على وهبي الخزري. 85 دقيقة، 5 دقائق. طبعا المنتخب المصري مستحيل الآن التأهل، يعني علي أن يسجل 3 أهداف في 5 دقائق. هارد لك المنتخب المصري. المنتخب التونسي مبروك التأهل بدون هزيمة، وإن شاء الله نقول مبروك التأهل في المركز الأول لو نصمت 5 دقائق، لأنه مطالبين بالفوز، لأنه السنغال ربح بوتسوانا. ما فيش خطأ يقول الحكم الإيفواري نومان دييز. شوط ثاني ممتاز وممتاز جدا من زوز فرق، خاصة من الفريق التونسي. خرجت كرة بالفعل للتماس. 86 دقيقة، ريتم عالي، شفنا كرة، شفنا جرينتا. خرج الجرينتا اللي فيك يا ولد الخضراء. ترجع كرة عن طريق علي معلول، يمشي علي معلول، كرة في وسط الميدان للمنتخب المصري. 86 دقيقة، 3-1، 2-2 أو 2-1. ألعب أوراقك، اكشف أوراقك، اكشف وهات تكهناتك، العب اخر تخميناتك. كره خطيره المصريين، فرصه للثاني، ولكن على الدين، على الدين والمسبح السحري، على الدين بالقدم السحريه خرج كره ركنيه مصريه. 3 دقائق و30 ثانيه تمشي كره المنتخب المصري بالراس، فرصه كبيره للتعادل. الشوط الثاني كان فارق نجاح، المنتخب التونسي كان انجح. تمشي كره على طريق وهبي والكونتر اتاك. شرميتي واحد على واحد، شرميتي يهرب الشرميتي، والكره عن طريق الحضري عصام. يرجع بالكره عصام، ملا هدف سجل وهبي الخزري. ملا روح. شوف الشرميتي ايش يعمل بالفعل. انذار مستحق، ولكن الفريق التونسي بصراحه اليوم نرفع له القبعه. اليوم شابو الاولاد، اليوم شابو. إصابة محمد نجيب، إن شاء الله لاباس. شوف الكرة محلاها، شوف محلاها. هدف عالمي، هدف عالمي. حطوا له الكرة ضربة جزاء. وقت اللي تجينا مخالفة من نوعية هذه، تأكد أيها التونسي وافرح إنها ضربة جزاء.
هذه شوطات ضربات جزاء مش مخالفات. واحدة بوتسوانا واليوم مصر معلم لازم نستثمروه في هذه الكرات. ترجع الكرة عن طريق صلاح، صلاح صلاح والتعادل المصري أو الصمود التونسي. صلاح وفرصة كبيرة ضاعت، كرة كبيرة ضاعت على المنتخب المصري. ترجع الكرة للفريق التونسي. شوف الكبير يقل الكبير أحمد حسن يقول له شوتها. طول الفريق المصري مش متأهل، لكن منتخب كبير يلعب على الزي ما يحبش يخسر، حتى لو يخرج ما يحبش يخسر. هذه هي كرة القدم، والمنتخب التونسي احترم الميثاق الرياضي ولعبوا رجال. برافو. 88 دقيقة، آخر دقائق المباراة. السنغال في المركز الثاني، نصور الخضراء في المركز الأول. تمشي كرة عن طريق بلبولي، يلعب كرة بلبولي، شيخاوي شد الكرة شوية، شيخاوي فاول به الآن. تمشي كرة عن طريق الروج، أضرب به خطوش الروج، والتوش الروج يمشي من جانب اليمين، يحط كرة مثلوثي على الدين يحيى، ما تضيعش مجهود الأولاد. برافو يا علاء، طمني يا بلبولي، امشي يا بلبولي، حط كرة طويلة. تمشي كرة طويلة وسط الميدان، ترجع في منتصف الملعب للفريق المصري. كرة خطيرة مصرية ملعوبة، والدفاع الضغط الضغط من جديد. كرة عن طريق محمدي، يلعب الكرة لمؤمن زكريا، والكرة تبقى مصرية. كرة المنتخب المصري، التوزيع وعلي معلول. شوف الخطوط قربت لبعضها، الروح الانتصارية حضرت، والابليكاسيون كانت كبيرة في الشوط الثاني. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق التونسي. تماس أو تماس. 89 دقيقة، 89 دقيقة. شوف الروح، شوف الروح. المحمدي وعبد النور، جورج لكانس، واحد يعطيك حقك. أنا ونحبه نشوفه كرة، لكن بيني وبينك في قلوبنا نحبوا النتائج ونحبوا نوصلوا، لانه تعودنا بالنتائج. بلاد استقلت عام 56، عام 57 عملت فينال في الالعاب العربيه، عام 60 مشات للاولمبيك جيمز، عام 62 جت الثالثه في كاس افريقيا. ولدنا لنكون كبار ولنؤسس من جمله المؤسسين تاريخ كره القدم في افريقيا. تمشي كرة منتخب المصري عن طريق أحمد فتحي. ماتش كبير، ماتش كبير. الفريق المصري يرفض الخسارة، يلعب لآخر لحظة. اليوم أداء الفريق المصري أحسن برشا، لو لعبوا هكا ضد السنغال كانوا يعملوا تعادل اليوم ويتأهلوا. تمشي كرة خطيرة، والتسديدة، والدفاع التونسي. تمشي كرة بلبولي. 90 دقيقة، 4 دقائق وقت بدل ضايع، 4 دقائق وقت بدل ضايع. استمتعنا بهذه القمة أمانة، خاصة في شوطها الثاني المثير. شكرا للمنتخب المصري، مبروك وبرافو. شكرا للمنتخب الوطني. تمشي كرة طويلة، ترجع كرة مرة ثانية عن طريق الفريق المصري. اضغط شرميتي، تمشي كرة مرة أخرى. فتحي 2-2 عام 91 مرتين. هل يتكرر السيناريو أم سنكون بإذن الله من الفائزين؟ ترجع الكرة للفريق المصري. مصر عندها كرة، 30 ثانية تعديت. كرة تمشي طويلة خطيرة في ظهر المدافع، لا بعيدة بأي خطورة، ما غير أي خطورة. ترجع تونسية، انتصار في رأي مستحق المنتخب التونسي بالعودة لمردود الشوط الثاني. أحسن شوط للمنتخب التونسي. شوف عندك بلال محسني، بن شريفية، جمال الساحي، يرجع مساكني، صابر خليفة، تجيب اللاعبين 2-3 إن شاء الله ربي يثمر فيهم التوانسة اللي في الاحتراف الأوروبي. وبإمكان جبنا لاعب اسمه رفيق بوجدرة أيضا في المنتخب الأولمبي، بإمكانه أن يعزز الفريق الأول. زايد الآن يا جبر، زايد. انتهت المباراة، دقيقة ونصف. كرة ترجع للفريق المصري. اليوم حقيقة المفاجأة الكبيرة هي الخروج من الفريق النيجيري. صدق أو لا تصدق، السوبر جرين جيلس أبطال أفريقيا في 13. يا ستار يا شيخ يا شرميت ويا جبر أيضا، الحمد لله لاباس. ترجع الكرة للفريق المصري، كرة الفريق المصري، الهدف الثالث للسنغال، الهدف الثالث لمنتخب التيرانجا. كرة تمشي عن طريق فتحي، كرة في الرواق، كرة في الرواق، يعمل كروس، يوزع كرة، ترجع بالراس عن طريق على الدين يحيى. ناخذ الكرة مرة أخرى، منتخب التونسي يلعب كرة. ناطر، ناطر حذاري، ناطر حذاري، إيش تعمل يا ناطر؟ ناطر يضيع كرة، إن شاء الله ما يضيعش المباراة. تمشي كرة خطيرة والعرضية، كرة برا، وكرة برا، ركنية مصرية. حذاري نخسر الكرة هنا، لكن شوط ثاني كبير من ناطر، كان من أسباب ومن ركائز الفوز. كرة تمشي في ضربة ركنية، ركنية المنتخب المصري عن طريق النني. مباراة مثيرة في هذه الأمسية الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا.
تمشي كرة للفريق المصري، كرة بعيدة، كرة ترجع الفريق التونسي، كرة ترجع الفريق التونسي. دقيقتين ونصف الوقت بدل الضايع، مازال دقيقة ونصف فقط، مازال دقيقة ونصف لنهاية المباراة. خبرات ناتر، هدي هدي باش تعدي المباريات التونسية المصرية الرسمية. الفوز الثامن إن شاء الله يقرب لتونس، 8-6 تونس هو 6-4 في الوديات، يعني أو 9-6 الآن، 15-11 الانتصار منتخب تونس. هذا الفوز التاسع إن شاء الله يقرب. كرة ترجع المنتخب المصري في خطأ. الجمهور كامبيوني كامبيوني لحد الآن، نحن أبطال هذه المجموعة، هو التصدر معنوي. فرص المنتخب المصري، أحمد فتحي، كرة خطيرة والرأسية وكرة برا، كرة برا وتمشي، كرة ضربة مرمى في تسلل على الفريق المصري. أول مرة في تاريخ مواجهات تونس مصر فريق ينتظر الانتصار ذهابا وإيابا، ولا مرة حصلت، ولا مرة صارت في التاريخ تونس ربحت مصر أو مصر ربحت تونس أليه روتور ذهاب وإياب. 20 ثانية الانتصار قريب والصدارة أقرب، حذاري من آخر الكرات، ترجع الكرة للنخبة الوطنية. 1-0 في الخواتيم على السنغال، 1-0 في أو 2-1 في مسك الختام على الفريق المصري. فريق التونسي 3 مباريات ب3 انتصارات في أرضه، هذا مهم جدا في هذا المحفل الإفريقي. عنا سنوات ما ربحناش مبارياتنا الكل في أرضنا رغم قيمة المنافسين، بوتسوانا ثم مصر ثم السنغال أقوى فريق في المجموعة، ولكن تونس هي الأولى برصيد من النقاط 14 نقطة. خلاص انتهت رسميا هنا في بن جنات بالمنستير، كتبوها بجدارة، وفي الشوط الثاني استحقوها. هدف محمد صلاح في الدقيقة 14 من الشوط الأول، هدف التعادل عن طريق شيقاوي، والانتصار في 10 دقائق أو الربع ساعة الأخير بقدم سحرية عن طريق المسبح السحري الرائع وهبي الخزري. هذه المباراة، هذه النتيجة، هذه لغة الأرقام، 22 مقابل 12 تسديدات، 5-2 على المرمى للفريق التونسي. خسرنا فقط ريال البوسيشن ولكن قرب برشا. روح رياضية كبيرة من الأخوة المصريين، هارد لك، حظ أوفر، مصر الكبير يبقى كبير، والمنتخب التونسي الكبير يترشح أول مجموعة ب4 انتصارات وزوج تعادلات. برافو برافو برافو. باش نرجع بالخط لأيمن جادة، ولكن اسمعوا تصفيقة الشوالي. برافو. شكرا لزميلين عصام الشوالي من الرياض وعلي محمد علي من الدوحة. إذا المباراة انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي تأهلت تونس كبطلة لهذه المجموعة، تلتها السنغال بطبيعة الحال التي فازت على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، فيما ودع المنتخب المصري التصفيات لأنه لم يستطع أن يحافظ على تقدم في الشوط الأول ولا يعززه بهدف آخر، بل انقلبت النتيجة رأسا على عقب وخسر المنتخب المصري فرصته التي ربما ضاعت في الشوط الأول عندما كان مسيطرا وسجل هدفا وضيع غيره وكان المنتخب التونسي غائبا. العكس حدث في الشوط الثاني، منتخب تونس كان حاضرا ومسيطرا، ومنتخب السنغال منتخب مصر عفوا كان الغائب الأكبر، والسنغال من جانبها فازت بثلاثية. هنا طبعا الحوار بعد المباراة، لقطات مباشرة حية وبالروح الرياضية، تنتهي المباراة بالسلام، أحمد حسن مدير الفريق المصري والسلام طبعا مع الطاقم التونسي. على كل حال أعتقد اللقطات المتبقية ليس فيها جديد، أيضا سلام على طاقم الحكام. جورج ليكنز المدرب البلجيكي إذا ينجح في قيادة تونس إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في غينا الاستوائية العام القادم بالسجل الخالي من أي خسارة. نتذكر أهداف 6 التي شهدتها المباراتان في هذه المجموعة 7 الأفريقية. مصر تقدمت في الشوط الأول في الدقيقة 14، كرة من وليد سليمان، محمد صلاح في الدقيقة 14 يفتح باب التسجيل وينتهي الشوط الأول بهذا الهدف المصري. في الشوط الثاني يتمكن المنتخب التونسي من استغلال هذا الخطأ في التمرير من حسام غالي، وتنتهي الكرة عند ياسين الشيخاني الذي يطلق الهدف الأول لتونس في الدقيقة 53، هدف التعادل. ثم في الدقيقة 81 من ضربة حرة مباشرة يتمكن وهبي الخزري من إحراز هدف الانتصار لتونس في المقاس الأيسر من المرمى الحضري
من ضربة حرة مباشرة رائعة كما سجل ضد بوتسوانا في سيناريو مشابه سجل اليوم وفاز تونس. بينما السنغال قامت بنزهة سهلة في دكار أمام بوتسوانا متذيل المجموعة، هدف أول من بوجي في الدقيقة 22، ثم هدف ثاني من بابيس سيسي في الدقيقة 26، وانتهى الشوط الأول بهذين الهدفين لأصحاب الديار. وفي الشوط الثاني تمكن موسى سو من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72 لتفوز السنغال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ولكن السنغال التي كانت متصدرة المجموعة حتى تلك اللحظة فقدت الصدارة لحساب تونس عندما حقق المنتخب التونسي الانتصار. إذن تونس في الصدارة ب 14 نقطة، السنغال ثانية ب 13 نقطة، مصر ثالثة بست نقاط فقط، وبوتسوانا رابعة بنقطة واحدة. وطبعا في المقارنة بين الثوالث فإن الكونغو الديمقراطية كانت أفضل الثوالث. بالتالي المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الأولى جنوب أفريقيا والكونغو، المجموعة الثانية الجزائر ومالي، المجموعة الثالثة الجابون بوركينا فاسو، المجموعة الرابعة الكاميرون كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية كأفضل ثالث بين الفرق المجموعات السبع، المجموعة الخامسة تأهلت غانا وغينيا، والمجموعة السادسة تأهلت الرأس الأخضر أو كيب فيردي وزامبيا، وفي المجموعة السابعة تأهلت تونس والسنغال وغينيا الاستوائية مضيفة البطولة تأهلت تلقائية. وطبعا المغرب يغيب بعدما سحبت منه البطولة، ويتأهل فقط فريقان عربيان من 16 فريقا هما تونس والجزائر. نتمنى أن ينجحا في تمثيل الكرة العربية أفضل تمثيل. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إن شاء الله. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. إذن تأهلت تونس كبطل المجموعة ورفقتها السنغال، ومصر فشلت في المرور للدورة الثالثة على التوالي. ثلاث ألقاب قيام متتالية ثم ثلاث غيابات متتالية. أذهب إلى نافع بن عاشور مراسل بي إن سبورتس هناك، ويبدو أن المدرب البلجيكي لكن معه. تفضل نافع. شكرا أبو خالد. طبعا فوز كبير للمنتخب التونسي على مصر المعنوية. طبعا ايضا المنتخب التونسي انهى هذه المجموعه في الصداره، ترشح لنهائيات في الصداره، ربما انجاز للمنتخب التونسي على مستوى عدد النقاط، وانه ينهي التصفيات من دون هزيمه وبانتصار كبير ضد منتخب مصري. جورج فيليسيتاسيون. جورج تهانينا الحار. اذا متصدر المجموعه بدون هزيمه وبمباراه في الشوط الثاني كان فيه عرض كروي، راينا الهجوم التونسي في احسن حالاته. اولا هذا ما نقوله، ولا نريد أن نرجع إلى ما قيل قبل هذه المباراة. إذا أردنا أو بدأنا المباراة بمستوى ليس بالمستوى الجيد، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور، تقدم اللاعبون إلى الأمام وقاموا بمجهودهم على أحسن ما يرام. كانت البداية الحقيقية في الشوط الثاني. إذا فوز مستحق، خلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى. أنا مسرور وسعيد جدا بالمردود الذي قدمه المنتخب التونسي. أنا فخور جدا أن أكون على رأس هذه المجموعة دون أي خسارة. فزنا بكل المباريات، فزنا بكل المباريات التي خذنا على ملعب مصفى بن جنات في ولاية المنستير. والآن علينا أن نفكر في مباريات الودية في شهر يناير. كانت مباراة صعبة، خاصة بعد رجوعكم والرحلة الطويلة من البوتسوانا، وبعد ذاك العطب الذي أصاب الطائرة. إذا كيف استطعت أن توجد التوليفة في الشوط الأول؟ خفنا وخشينا أن يتأثر اللاعبون التوانسة بعامل الإرهاق. أولا لا نريد أن نبحث عن الأعذار، صحيح وأن اللاعبين كانوا مرهقين وكانوا مستهلكين، كنت أعرف ذلك، وكنت أعرف أن البداية لن تكون جيدة. بدأنا المباراة ونحن تحت تأثير الإرهاق. في الشوط الثاني عدنا وضعنا نقوط النقاط على الأحرف، وأنا مسرور جدا بالأداء، لأننا خلقنا الفرص وحافظنا على الصلابة الدفاعية. كان هناك توازن جيد بين الدفاع والهجوم، كل اللاعبين امتثلوا لكل التكتيك الذي وضعته، وأنا سعيد جدا بالأداء.
تهانينا مرة أخرى جورج، وشكرا جزيلا على حضورك معنا في البين سبورت، وشكرا على السعادة التي جلبتها لكل المحبين التونسيين، ونتمنى أيضا الحظ الأوفر لتونس بعد القرعة. شكرا، نتمنى أن نراكم في غينيا الاستوائية. طبعا أيمن، كان هذا جورج ليكانز السعيد طبعا بما حققه مع المنتخب التونسي بالخروج من هذه المجموعة التي وصفت بالحديدية في الصدارة وبدون هزيمة وبفوزين ضد مصر، ضد منتخب كبير ذهابا وإيابا. طبعا أعيد لك الخط في الدوحة، هلا من نتواصل ربما مع زميل أحمد نوير، ومعه سيكون أحمد حسن. السلام عليكم زميلي أيمن جادة. يمكن خرج المنتخب المصري، خرج المنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا، شكرا إذن للزملاء في تونس. سنعود إلى أحمد نوير عندما يكون جاهزا مع الضيف. أمر إلى القاهرة عند عمر فهمي. أعتقد أن الفرحة الصغيرة التي كانت في الشوط الأول لم تكتمل بالنسبة للمصريين في الشوط الثاني، وبالتالي طبعا لم يستطع المنتخب المصري أن يحقق ما ظنه الكثيرون صعبا، بالفعل كان صعبا عليه وخرج من هذه التصفيات، وأظن أن ردة فعل الشارع المصري منتظرة. تماما أيمن، خيبة أمل جديدة تضاف إلى خيبات الأمل التي أورثها المنتخب المصري للجماهير في هذه التصفيات، ولكن المشكلة هذه المرة أن المنتخب المصري شعر وكأن الانتصار قريبا منه، وكأن التأهل كان قريبا بعد نتيجة الشوط الأول والتقدم بهدف دون رد. دعنا نستطلع بعض الآراء الجماهير التي تابعت هذه المباراة. من المسؤول عن خروج مصر من تصفيات كأس الأمم مباشرة؟ هو في غيره، المدرب الفاشل. المفروض الفرقه دي كلها باتحاد الكوره ياخدوا النهارده بعضيهم كده بعد اذن حضرتك يا سياده رئيس الجمهوريه، عبوس رجلك مرتضى منصور راجل قليل ادب يعرف يمسك الاتحاد ده كويس، واحد زي حسام حسن وطارق العاشر، ناس محترمين في البلد يعرفوا يمسكوا البلد، يمسكوا الفرقه دي اللي حرقت دمنا. الله يحرق دمه. شكرا. الله يحرق دمه. شكرا. اذا مقابله اخرى، في رايك انت تابعت مباراه المنتخب المصري اليوم، كنا قريبين من الفوز، ماذا ترى بعد نهايه المباراه؟ انا شايف ان جهاز المنتخب ده لا يصلح يمسك منتخب مصر، الجهاز ده لا يصلح. احنا قلنا نديهم فرصه، جات لهم بدل الفرصه 10 فرص، مفيش فايده برضو. اداء غريب، اداء غريب، يعني انا من رايي شوق غريب، خلاص كده شكرا شوق غريب. ويا ريت الاتحاد الكوره ينقي الناس اللي تمسك منتخب مصر، عشان احنا كده بجد تعبنا. يعني كانت هذه عينة عشوائية من آراء الجماهير المصرية تابعت هذه المباراة، يبدو أن السخط هو عنوان وحالة دائمة، وهناك مطالبة برحيل الجهاز الفني. نعم. والتعاقد مع جهاز فني آخر في أسرع وقت ممكن. نعم، شكرا لك عمر فهمي من القاهرة، وطبعا من يتحدث عن رأيه الخاص، نحن لا نصدر آراء أحد، ولكن أتمنى دائما أن نتمتع بالروح الرياضية وبالمنطقية عندما نتكلم. وأنا أعتقد أن السؤال من المسؤول عن الإقصاء يجب أن نغيره إلى لماذا كان الإقصاء، ما هي أسباب الذي حدث، لأنه من الصعب أن تحمل المسؤولية لرجل واحد في ظل كل هذه الظروف الصعبة، ليس دفاعا عن شوقي غريب، نعرف تاريخه ونعرف سجله كمدرب عندما كان مع الناشئين ومساعد حسن شحاتة. لكن سوري أبو خالد، سامحني، سؤال غير مسؤول وجواب غير مسؤول على كل حال في نفس الوقت. نترك ذلك، نطوي الصفحة، لا، لأنه نحب الناس تحط نفسها في موضع المدرب، تو الناس كل بيشترمي اللوم على المدرب. يعني أسئلة زي هذه معناها مثل هذه في إنسان معناها لسه خاسر وخارج من بطولة إفريقيا، واضح الإجابة ما هي تكون. لازم الصحفي تكون عنده حس مثل اللاعب والمدرب. نعم. نفس الشيء. نعم. يعني نعم أنا أتفق معك، أنا شخصيا لا أوافق على، يعني أنا الحين زعلان أكثر من شوقي غريب. نعم شيء غير مقبول هذا، لأنه الرجل رياضي والرجل اجتهد والرجل عمل ولم يوفق. يعني هي في فارق بين الذي يخطئ عن عمد، الذي يرتكب جرم، وبين الذي لا يوفق، أو هذه حدود كانيته، أو هذه حدود ظروفه التي لا تقبل. نترك ذلك على كل حال إلى يعني من قالوا، لكن أسألك الآن لماذا تغيرت صورة في الشوط الثاني؟ ما الذي حدث؟ الشوط الأول كان في يد مصر لاعبا ونتيجة، ويمكن ضيع التأهل بالفعل كما قال عصام في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب التونسي بشخصية أخرى وتراجع أداء المنتخب المصري كثيرا، لماذا حدث كل ذلك؟ والله الحمد لله احنا ممكن قبل المباراة وبين الشوطين تقريبا فسرنا اللي صار في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. نعم. قبل المباراة قلنا أهم شيء بالنسبة باش نبدأ بالمنتخب المصري
هي الشخصية الكروية المفتقدة عند اللاعبين. هذا حكينا عليه قبل المباراة. نعم. ولاحظناه في الشوط الثاني. المنتخب المصري في الشوط الأول كان مكتسح، كان أحسن بكثير من المنتخب التونسي، وقلت أنا أنه المتسبب في ذلك هو تمركز لاعبي المنتخب التونسي. وهنا ندخل في شخصية مدرب المنتخب التونسي اللي أشدت بها أنا قبل المباراة، قلت رأو إنسان واقعي، إنسان منطقي، يعرف كيفاش يتعامل مع المباراة. في الشوط الثاني عدل الأوتار، عدل الأمور، رجع بن يوسف في المكان وفي الجهة اليمنى، جاب الخزري للجهة اليسرى، ياسين الشيخاوي اللي كان ضايع تقريبا وتأه في الشوط الأول يتحرك في كل المراكز، خذا مركز وراء المهاجم وراء بن يونس، ولينا نلعبوا 4-2-3-1. والشيء اللي معناها غيره أيضا دخل لاعب في خط وسط الميدان مكان حسين راقد اللي هو ستيفان ناطر، عطى اللمسة الفنية في خط وسط الميدان اللي كانت مفقودة بالنسبة للمنتخب التونسي. وهنا ظهر الكوتشينج وظهرت الرؤية نتاع المدرب اللي أعطاها معناها المدرب الريكانس بالنسبة للمنتخب المنتخب التونسي في الشوط الثاني، على عكس المنتخب المصري اللي بعد ما ياسين الشيخاوي سجل فيه الجول في الدقيقة 52 اضمحل، يعني أصبح غير موجود تماما في الشوط الثاني. وهنا دائما نقول الفرق بين لاعب الكرة والكومبيديتور، الكومبيديتور هو اللي فوز الفريق، المنافس، المنافس التنافسي. نعم. اللي يعرف كيفاش يتنافس واللي يجيب لك المباراة. وهنا الفرق اليوم بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. نعم. هل ما جرى في الشوط الثاني كابتن محمد سهيل يعكس الفرق بين إمكانيات وفكر جورج ليكنز وشوقي غريب؟ بالفعل، لأنه علينا نجد الجواب لماذا تغير المنتخب التونسي بهذا الشكل، لماذا استفاق من غيبوبته. يعني في لحظة ممكن أن تقول أنه ولماذا دخل المنتخب المصري في الغيبوبة؟ فعلا ممكن بعد الخطأ الهدف للأسف أنه لم يوفق، ونقولها مرة ثانية أتكلم على حسام غالي. أنا في لحظة أقول أنه ممكن المنتخب التونسي تناول مرشطات ما بين الشوطين، لكن أكيد أنه ليكنز كان له، نتكلم على مرشطات ذهنية من على حوار ما بين الشوطين فيكون مهم. وبالفعل طيب. رأينا طيب. فريق ثاني بالإضافة كما أشار أخي نعم. معلول إلى دخول ناطر أيضا أثر التعديلات الفنية بشكل كبير، وللأسف فقدان الشخصية ظهرت وعاد إلى الرداءة بشكل كبير. جورج ليكنز أكد مقولة أن الشوط الثاني شوط مدربين بالفعل، وضع بصمته على الشوط الثاني. كابتن سيد، يعني المنتخب المصري كان بإمكانه ربما أن يتأهل أو أن يسجل هدف ثاني على الأقل في الشوط الأول. الشوط الأول كانت فرصة كبيرة لديه، سجل هدف مبكر، ضيع فرص. المنتخب التونسي كان غائب، لكن وكأن المنتخب المصري ربما لم يصدق أنه يعيش هذه الحالة، أو صدق أنه تأهل، وبالتالي في الشوط الثاني عند أول هدف ولم طويل هو لم يصدق يعني هو حس إن الأمور بالنسبة له، يعني المستوى ده أنا بقدمه إزاي، أنا حس إن هي بقيت مفاجأة. الشوط الثاني بعد خاصة بعد ما الهدف دخل مرمانة، زي ما الكابتن نبيل قال الشخصية بتاع اللعيب بتبان هنا، لازم الوقت ده، يعني المفروض الوقت ده كان أنسب وقت للمنتخب المصري إن هو يقاتل على كل كورة. المفروض إن لا. كل اللعيبة، يمكن الكورة دي بتاع الفاول لعيب معدي وسط 3-4 لعيبة، مفيش مراقبة، مفيش ضغط، فده مثل، ويمكن ده اللي جاء منه الهدف الثاني. يعني ده خطأ يعني ساذج جدا. المساحات بانت في منتخب مصر، التباعد بان بشكل كبير جدا، ووضح تفوق المنتخب التونسي في الشوط الثاني. بس ده برضو يعني أنا اللي مش واصل لي أو لدرجة تفكيري مش قادر أعقله، إن أنا بقى عندي مباراة مطالب إن أنا أكسب فيها وجبت جون وقدامي شوط إن أنا أحرز فيها هدف ثاني، وأنا لعيب في منتخب مصر أنا لازم أقاتل على 45 دقيقة هي التي تقاتل، وكأنها هي المحتاجة للمباراة، وهي اللي هي المحتاجة. بينما مصر احنا لو ما نعرفش مين اللي محتاج الثلاث نقاط هنقول تونس الشوط الثاني. فازاي انا كلاعب يعني حتى يعني لنفسي انا حتى بعيدا عن المنتخب، انا لاسمي لوضعي لازم اقاتل جوه الملعب بالضبط. 45 دقيقه بالنسبه لي حياه او موت. حتى اما اطلع بعد المباراه وانا مادي دوري هبقى مرتاح نفسيا ان انا عملت اللي عليا ومفيش توفيق. انما النهارده لا، الشوط الثاني يعني عجيب جدا بالنسبه للمنتخب يعني مصر. يعني منتخب مصر اليوم لعب نصف مباراه وحقق نصف تاهل ثم عاد الى ما كان الى مستوى الطبيعي اللي ماشي بيه. وبالمناسبه بعض المصادر قالوا لي بان شوقي غريب قد يقدم استقالته ولن ينتظر الاتحاد الاسلامي، هو قالها قبل رغم من وبالتالي ربما يكون حسام غالي، ربما يعود حسن شحاده، ربما مدرب اجنبي، لا ادري. نعم، فما شيء لازم نركز عليه، يعني لانه معنا 30 ثانيه يمكن بس مباراه تكتيكيا تغيرت يعني بالتغيير اللي عملوا ليكانس في يعني لانه كنا نلعب تقريبا 4-3-1-2 كان معناها وهبي الخزري موجود في خط وسط الميدان مع حسين الراقد ومع فرجاني ساسي.
لما راح هو للجهة اليسرى ونعرف خطورته انه يلعب في فريقه بوردو دائما موجود في الجهة اليسرى، والثاني اللي كان كمهاجم اصبح موجود في الجهة اليمنى، والاثنين يحبوا ينطلقوا من الخط سواء هو ولا بن يوسف، تغيرت كل الامور بالنسبه للمنتخب التونسي. وياسين الشيخاوي قال حريه تامه في خط وسط الميدان باش يعمل كل شيء. اذا المنتخب التونسي يعيش ربيعا، يعيش ياسمينا، يتاهل الى كاس الامم الافريقيه مع جورج ليكنز رفقه المنتخب الجزائري ايضا الذي تسيد مجموعته، وبالمقابل المنتخب المصري عليه ان يعيد حساباته من جديد ويبدا بثوره كرويه من جديد. شكرا جزيلا للنجم التونسي وهارد لك على تونس وهارد لك لمصر ومبروك ايضا للجزائر. شكرا جزيلا كابتن نبيل معلول، وعوده موفقه للرياض ان شاء الله. شكرا جزيلا بعد ايام ان شاء الله بعد الدوري الانجليزي. وشكرا جزيلا للكابتن محمد سهيل ايضا نجم الكره المغربيه لاعبا ومدربا، وشكرا جزيلا للسيد معوض نجم الكره المصريه. حظ اوفر ان شاء الله في البطولات القادمه. على كل حال منتخب مصر بهذا الوضع ربما حتى في النهائيات كان سيعاني، لاننا امام فرق افريقيه متوثبه ودائما طامحه نحو الافضل بلاعبيها المحترفين في اوروبا. مشاهدي الكرام لا تذهبوا بعيدا، لاننا سنعود بعد الفاصل لنواصل ان شاء الله مع الحديث التحكيمي. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في استوديو مباراه تونس ومصر في ختام التصفيات الافريقيه لكاس الامم. كابتن جمال الشريف خبير التحكيم في بي ان سبورتس، ارحب بك معنا في هذا الاستوديو لكي تحدثنا عن الرؤيه التحكيميه في هذه المباراه. مساء الخير لك والساده المشاهدين. بطبيعه الحال نومانديز واحد من الحكام الابرز على مستوى القاره الافريقيه، وهو من طبعا الاوفواري. بهذه المباراه اعتقد اتكلم بعض الهفوات البسيطه لكنها لم تكن مؤثره على مجرى المباراه. 3 أهداف صحيحه 100%. كما طبعا محتسبه في هذه المباراه 32 مخالفه، كان منها 30 صحيحه، 2 خاطئه و5 غير محتسبه. طبعا سنذهب باتجاه الحاله التحكيميه لضيق الوقت. الدقيقه 14 هدف مصر الوحيد الذي سجله طبعا محمد صلاح. سنلاحظ بان وليد سليمان عندما مرر الكره باتجاه محمد صلاح، طبعا كان محمد صلاح في موقف صحيح 100%. حمزه المثلوثي هو المدافع الاخير الذي خرج جميع المدافعين مع المدافعين ما عدا المثلوثي الذي بقي في موقف طبعا يغطي، يقوم بعمليه تغطيه واضحه. الحكم المساعد صحيح انه متقدم قليلا لكنه كان في موقف كان يمكنه من تمرير هذه الحاله الصحيحه. اذا هدف صحيح لمصر لا وجود لحاله تسلل. هذا في النسبه للحاله الاولى. الحاله الثانيه كان في الدقيقه طبعا لازمنا في نتحدث عن موضوع الهدف، وكما ذكرت بأنه لم يكن حالة تسلل. الحالة الثانية كان في الدقيقة 17 وليد سليمان تأتيه الكرة هنا يحاول التسديد، تصطدم بيد أيمن عبد النور. سنلاحظ ذلك كانت مسافة التسديد قريبة جدا وقوة التسديد أو سرعتها كانت كبيرة، واللاعب أيمن عبد النور يحاول أن يستدير فاصطدم الكرة بأسفل مرفقه. الحكم كان قريبا جدا، إذا اللمس موجود لكنه غير مقصود، قرار حكم صحيح وسليم. هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة كانت عند الدقيقة 52، الهدف الأول لتونس وهو هدف التعادل. ايضا لا وجود لحاله تسلل، ربما ان طبعا وهيب الخزري هو الذي يستلم الكره، بينما ياسين الشيخاوي الذي كان في موقف تسلل يتحرك باتجاه الكره عند لحظه تمريرها من حسين الناظر، هذه اللحظه يتحرك لكن هو لا يتدخل في اللاعب، لا يلمس الكره، لا يتدخل مع الخصم، لا يشغل اللاعبون. طبعا لا يحاسب على موقفه الاول لانه جاءت الكره بعد ذلك من زميله، وبالتالي قرار الحكم سليم باستمراريه اللاعب، لان اللاعب ياسين الشيخاوي الذي سجل فيما بعد كان في موقف تسلل، تحرك باتجاه الكره لكنه لم يلعبها، لم يتدخل مع المنافس، وكان قرار الحكم المساعد صحيحا بتمرير هذه الحالة، وهدف سليم للفريق التونسي. الحالة الرابعة والأخيرة كانت عند الدقيقة 62 ومطالبة من الفريق المصري باحتساب ركلة جزاء. أعتقد طبعا هنا يعني يسيطر اللاعب المصري وتمريرة عرضية. أعتقد بأن وليد سليمان طبعا لعب الكرة، حاول أن يلعب الكرة، حمزة المثلوثي هنا يتعرض أنا أعتقد إلى الإعاقة من الخلف، الحكم تنحصر عليه زاوية رؤية أو لم تكن واضحة، أعتقد هنا مخالفة، هذه واحدة أخرى مخالفة أخرى، وبعد ذلك هناك دفع من الحارس أيمن المثلوثي، أعتقد أن هناك مخالفة قد سبقت دفع حارس مرمى، هذه المخالفة الأولى، عملية العرقلة من الخلف بوسط القدم الثانية ثم دفع
بعد ذلك جاء دفع حارس مرمى والحكم لم يحتسب شيئا في هذه الحالة. أعتقد كان يتوجب عليه احتساب مخالفة ضد اللاعب وليد سليمان من اللحظة الأولى، لكنه لم يفعل لانغلاق زاوية الرؤية. وهذا ما كان، أنا تحدثت عن 5 حالات غير محتسبة، 4 منها كان الحكم قريب لكنه لا يمتلك زاوية رؤية صحيحة أو لا يمتلك تقييم سليم لموضوع ارتكاب المخالفات، بمعنى لم يكن هناك حالة ثبات في بعض الأحيان. لكن عموما الأداء، أداء طاقم تحكيم أداء جيدا، ولم يؤثر هذه الأخطاء البسيطة لم تؤثر على مجرى المباراة، والأهداف 3 كانت سليمة 100%. نعم، شكرا جزيلا لك كابتن جمال الشريف. أذكركم مشاهدي الكرام بعد هذا البرنامج بإمكانكم أن تلتقوا مع برنامج التواصل الجماهيري الأو بي إن، وسيكون معنا إن شاء الله الزميل حمد جاسم كريم. ما شاء الله عليك حمد، الظهر الصبح بالليل دائما الأو بي إن. هذا واجبنا مع الجماهير أستاذ أيمن، كما أنت علمتنا يعني إحنا تلاميذ. استغفر الله، يجب أن نتواصل مع الجمهور ونتفانى أيضا مع لأجل الجمهور أستاذ أيمن. لذلك الأو بي إن متواجد من الصبح إلى الليل مع البطولات التي تتواجد عبر بين سبورتس، كانت البطولة الخليجية والآن التصفيات الأفريقية. إن شاء الله سوف يكون معي حسام حاج علي للرد على الجمهور. نعم، إذن سنكون معك في المتابعة بعد دقائق قليلة زميلي حمد جاسم. شكرا لك. بقي أن أذكركم بنتائج هذا اليوم مشاهدي الكرام في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم في غينيا الاستوائية 2015. طبعا في المجموعة الأولى نيجيريا تعادلت مع جنوب أفريقيا بهدفين، بينما السودان خسر أمام الكونغو بهدف مقابل لا شيء. ترتيب هذه المجموعة النهائي: جنوب أفريقيا الأولى، جمهورية الكونغو ثانية، نيجيريا والسودان خارج المنافسة. أذكر أن نيجيريا هي حامل اللقب. في المجموعة الثانية مالي فازت على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، إثيوبيا وملاوي لا أهداف بينهما. ترتيب هذه المجموعة: ظلت الجزائر في الصدارة وتأهلت كبطلة، رافقتها مالي وخرجت ملاوي وإثيوبيا. إلى المجموعة الثالثة حيث تعادلت بوركينا فاسو مع أنغولا بهدف من الجانبين، وفازت الجابون على ليسوتو 4 أهداف مقابل 2، وبالتالي ترتيبات المجموعة: الجابون أولى، تلتها بوركينا فاسو، وغادرت أنغولا وليسوتو هذه المنافسة. إلى المجموعة الرابعة حيث فازت أو تعادلت كوت ديفوار مع الكاميرون من دون أهداف، وفازت الكونغو الديمقراطية على سيراليون 3 أهداف مقابل 1. هذه المجموعة أهلت 3 فرق: الكاميرون كبطلة، كوت ديفوار كوصيفة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأفضل ثالث في التصفيات الأفريقية، بينما سيراليون خرجت من المنافسة. في المجموعة الخامسة غانا فازت على توغو 3-1، وغينيا فازت على أوغندا 2-1. بالتالي ترتيب هذه المجموعة: غانا تأهلت، غينيا رافقتها كوصيفة، وأوغندا مع توغو غادرت المنافسة. في المجموعة السادسة شهدنا فوز زامبيا على الرأس الأخضر كابفيردي 1-0، وتعادل النيجر مع الموزمبيق 1-2. بالتالي الرأس الأخضر كابفيردي تصدرت المجموعة، تلتها زامبيا وأقصيت الموزمبيق والنيجر. وفي المجموعة السابعة فازت تونس على مصر 2-1، والسنغال على بوتسوانا 3-0، وتصدرت تونس هذه المجموعة، تلتها السنغال وتأهلتا إلى النهائيات، بينما غادر منتخبا مصر وبوتسوانا. وطبعا إضافة إلى الفرق 15 التي تأهلت من التصفيات، تأهلت غينيا الاستوائية كدولة مضيفة، بينما المغرب أقصي وخرج من دون أن يلعب تصفيات ولم يعد هو الدولة المضيفة. وبالتالي الكرة العربية تمثل بفريقين فقط، تونس والجزائر، بين 16 منتخبا. في الختام شكرا كابتن جمال الشريف محلل التحكيم في بي إن سبورتس. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حظ أوفر لمصر وبقية الفرق العربية، والتوفيق إن شاء الله في النهائيات الأفريقية لتونس والجزائر. إلى اللقاء.